السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذا العرض غنحاول نقدم واحد النبذة على منصة ايلون للتعليم الرقمي، ومن بعد غندير واحد لا ديمونستراسيون يعني لا سوليسيون كاملة وشنو هما لي ديفيرون فونكسيونيتي اللي فيها. دونك بالنسبة لايلون هو واحد البرنامج ديال شركة ايوريس اللي هي شركة مغربية دونك مختصة في توسكي انجينيوري انفورماتيك بور دومين دونسينيمون، يعني كل ما هو هندسة معلوماتية والتكنولوجيا، يعني في خدمة المؤسسات التعليمية الخاصة من لا كريش حتى السوبيريور. دونك عندنا مؤسسات ديال التعليم الأولي، ديال التعليم الابتدائي، ديال التعليم الثانوي، كاين جامعات، كاين مؤسسات ديال التكوين المهني، وكاين حتى بعض المراكز للغات أو للدعم. دونك بالنسبة لأيوريس هي شركة مكونة من أربعة ديال لي بول. دونك لو بول الأولاني هو لو بول فونكسيونيل اللي هو واحد المجموعة ديال الأساتذة ومديرين تربويين مؤسسين آباء يعني اللي تيخططوا معانا لهاد لا في دو روت، يعني فين كان فين خصنا نمشيو، فين خصنا شنو هما لي ديفيرونت فونكسيوناليتي اجوتي في لا بلاتفورم و لي ديفيرونت بلاتفورم كون معايا، يعني باسكو ما كاينش غير ايلون، كاين مجموعه ديال البرامج، مجموعه ديال المنصات يعني في خدمه المؤسسات التعليميه الخاصه. كاين لو بول تكنيك يعني كل ما هو تقني، يعني تو سكي اميليوراسيون ديفلوبمون ديال لي سوليسيون ديالنا باش كيخرجوا لي نوفيل فيرسيون والتحسينات اللي تيكونوا. Le pôle commercial, le pôle est chargé de tout ce qui est commercialisation, le pôle support, le pôle le plus important de la société, le pôle est de tout ce qui est service après-vente. Il me dit qu'il y a un nouveau client, il me dit qu'il y a l'installation, qu'il y a la formation, l'accompagnement. ملي كتبقى العلاقه ديال ليكول كتبقى ديما العلاقه ديالها مع هاد ليكيب سيبور، يعني فين ما كيكون واحد الطلب ديال الاعانه ولا ديال المواكبه دونك كيستجيبوا له. دونك بالنسبه لايوريس هي حاضره في مجموعه ديال البلدان، دونك كاين يعني هي شركه مغربيه يعني حاضره في المغرب بيان سور، وفي مجموعه ديال البلدان كالسنغال، كوت ديفوار، الجزائر وتونس والكونغو الديمقراطيه. عندنا مجموعه ديال الشراكات مع مؤسسات مختلفه، يعني كالونسينيمون كاثوليك في داكار، لونسينيمون لايك في الكوت ديفوار، رابطة التعليم الخاص في المغرب، نقابة التعليم الخاص في تونس، وزارة التربية الوطنية في المغرب. يعني بالنسبة لي سوليسيون ديال ايوريس كنفرقوهم على ثلاثة ديال لي بول، يعني ثلاثة ديال المحاور. المحور الأول هو محور التسيير، يعني كل ما هو تسيير المؤسسة، وفي هذا الجانب هذا يعني كنجاوبوا على هذا على هذا على هذا لو بوزوان، يعني بالبرنامج نواة اللي هو معروف جدا يعني في المؤسسات التعليمية الخاصة، اللي هو برنامج كامل متكامل للتعليم للتدبير ديال المؤسسة التعليمية، فيه كل ما هو يعني كل ما هو خاص بالتسجيلات، الأداء، استعمالات الزمان، النقاط، لابي دو بيرسونيل، لا سانكرونيزاسيون مع مسار، الجانب ديال الإحصائيات، الجانب ديال النقل المدرسي، يعني مجموعة ديال الأمور التدبيرية لا من الناحية التربوية ولا المالية للمؤسسة. اي فورمز هي واحد المنصه خاصه بتو سكي كريسيون دو فورمولير اون لين، يعني كتحتاجها المؤسسه مثلا لواحد استطلاع الراي للاباء، لواحد لونكيت ساتيسفاكسيون للاباء بالنسبه للتسجيلات اون لين اللي كتكون عندنا واحد الخرجه ولا واحد ليفينمون عندنا في المؤسسه كيمكن نصيفطوا واحد لين الاب باش ياكد الحضور ديالو ولا باش كنشاركوا معاه المعلومات. بالنسبه للجانب التعليمي التربوي دونك كاينه المنصه ديال ايلرن اللي هي غنطرق ليها اون بلوس اون ديتاي يعني في هاد لا بريزونطاسيون، وكاين في لو فولي كومونيكاسيون كاين منصه التواصل اللي هي خاصه غير بالتواصل يعني ما بين الاباء والاساتذه والتلاميذ والاداره ديال المؤسسه. بالنسبه للاس ام اس برو هي واحد المنصه ديال لونفوا ديال لي اس ام اس دون مانيير اوتوماتيك وسيمي اوتوماتيك، يعني جو بو بارامتري دي كومبان دي اس ام اس اللي كيمشيو للاباء، مثلا واحد التلميذ غيب دونك تيمشي ان اس ام اس اوتوماتيكمون، واحد التلميذ مثلا تعطلو والديه في الخلاص دونك تيمشي واحد الاس ام اس اوتوماتيكمون اكسيتيرا. وابداع هو واحد لو سيرفيس اللي من خلاله كنواكبوا المؤسسات في التحول الرقمي ديالهم، يعني من خلال الموقع الالكتروني ديالهم، من خلال الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، الصيانه ديالها والتسيير ديال هذه الصفحات هذه. دونك حنا اليوم غنركزوا اكثر على برنامج او منصه التعليم الرقمي اللي هي ايلون. دونك بالنسبه لايلون كما قلت هي منصه التعليم الرقمي، دونك كنقولوا منصه التعليم الرقمي وما كنقولوش منصه التعليم عن بعد، لانه هو التعليم عن بعد هو خاصيه ما بين الخاصيات اللي خصهم يكونوا في منصه ديال التعليم الرقمي، يعني بغض النظر على تكون عندنا واحد الازمه ولا واحد الجائحه ولا واحد الوباء اللي تيلزمنا اننا نخدموا بمنصه التعليم عن بعد، يعني خاص المؤسسه تكون عندها واحد منصه التعليم الرقمي بصفه دائمه، يعني وهذه بحال شكل ديال ايلور اللي هذه سنوات وتيستعملوها
يعني لي كليون ديالنا بغض النظر يعني على الجائحة. دونك في هذه المنصة دونك يمكن لي زونسينيون لي زابرونون الآباء الإدارة ديال المؤسسة يبوف كومونيكي اونتخ او اتسيتيرا. دونك بالنسبة لهذه المنصة ديال ايلاند يمكن لي ندخل ليها بان سامبل نافيغاتور انترنت، دونك متصفح ديال الانترنت بحال جوجل كروم بحال فايرفوكس، يعني كندخل ليها بلو ليان ديالها اللي هو ايلرن.نت. بيان سور كل مؤسسه تيكون عندها لو ليان ديالها بالسميه ديال المؤسسه، واولا من الهاتف المحمول ديالي ولا الطابليت يعني بالابليكاسيون موبيل اللي كاينه في جوجل بلاي وفي الاب ستور. دونك بالنسبه لايلرن هي مكونه من اربعه ديال لي بريك برينسيبال. اول حاجه هي سي بلاتفورم دابرونتيساج اون لين. ثاني حاجه سي ان سيستيم دو جيستيون دو كونتوني سي ام اس، يعني سي ان سيستيم اللي كيمكن ليا نروغروبي فيه جميع الموارد الرقميه ديالي ديال المؤسسه، الوثائق المؤسسه اتسيترا، كيمكن ليا نحطهم يعني في هاد المنصه، كان الطريقه يعني متمركزه، يعني كيبقى عندي كلشي متمركز في بلاصه واحده. ثالث حاجه هي لي فونكسيون بيداغوجيك كومونيكاتيف، يعني اترافير مجموعه ديال لي فونكسيوناليتي بحال لي تيست بحال لي ديفوار بحال يعني مجموعه ديال الامور اللي كيمكن ليا نجاوب عليها tout ce qui est fonction pédagogique. Ou rabe haja hiya l'outil intégré de vidéoconférence li kiji comme plus l'outil iLearn, yani باش يمكن ليا ندير بعض الحصص عن بعد. لي تيب دوتيليزاسيون يعني الزبناء ديالنا من المؤسسات يعني تيستعملوها بطرق مختلفة، كاين اللي كيستعملها جوست يعني كوم ديبو دو ريسورس، يعني بور سونتراليزي كاع الموارد الرقمية ديالو ونشاركوها مع لي ديفيرونت بارتي برونونت اللي عندنا في المؤسسة اللي هما الأساتذة الآباء التلامذ أو الإدارة بالمؤسسة. يعني كيمكن ليا نستعملها كوم اوتي دو كومونيكاسيون افيك لي زابرونون، يعني كيمكن ليا نستعملها كمنصه للتواصل مع التلاميذ ومع الطلبه، وكيمكن ليا نستعملها كمنصه يعني للاختبارات يعني تو سكي ايفالياسيون اون لين اترافير لي فونكسيون اللي فيها ديال لي ديفوار وديال لي تيست. ورابع حاجه لي سيونس فيرتويل، يعني الحصص الافتراضيه اترافير لا فيديو كونفيرونس. دونك المنصه ديال اي ليرن بيان سور دونك ما كايناش بوحدها في المارشي، ولكن اليوم كتميز انه هي منصه مغربيه رائده الحمد لله، يعني 100% ويب. كيمكن ليا ندخل ليها في ما كنت، يعني كنت في الخدمه، كنت في البيرو، كنت في المؤسسه، كنت في ايام العطله. دونك يمكن ليا نولج لهاد المنصه في اي وقت، يعني يا اما بان اورديناتور، يا اما بان بي سي بورتابل، يا اما بان تابلت، يا اما بان سمارت فون، يعني اي وسيله دونك يمكن ليا انني نولج المنصه. ملتي لانج، يعني المنصه اليوم هي ديسبونيبل اون بليزيور لانج، يعني متعدده اللغات. ممكن استاذ يستعملها باللغه الفرنسيه، ممكن الاب مثلا يقدر يستعملها باللغه العربيه، او لا استاذه اللغه العربيه دونك كتميتريزي اكثر اللغه العربيه دونك كتخدم بها باللغه العربيه او بالانجليزيه الى اخره. ملتي ايكول، يعني اللي عندي بزاف ديال المؤسسات ولا عندي فروع ديال المؤسسه ديالي يعني في احياء مختلفه ولا في مدن مختلفه، ممكن انني بنفس المنصه بان انستانس وحده كيمكن ليا نستعملها في المؤسسات كاملين، سيرتو بالنسبه للاساتذه اللي تيقريو في هذا الفرع او تيقريو في هذا الفرع. دونك تيدخلوا المنصه وحده، عندهم كونت واحد دونك تيدخلوا به وتيلقى جميع الاقسام ديالو اللي كاينين في هذا الفرع واللي كاينين في هذا الفرع. وحتى بالنسبه للاداره كيسهل عليها التتبع، يعني ملي كتكون عندها منصه واحده للفروع كاملين او للمجموعه ديال المدارس كاملين. رابع نقطة هي بارامترابل ايفولوتيف، يعني و بيرسوناليزابل بوغ لو بوزوان دو كليون. يعني المنصة اليوم اللي كنمشيو كنحطوها عند واحد المؤسسة، يعني كتحط بلو ليان في السمية ديال ليكول، مثلا جروب سكولير اكس بوان ايلون بوان نت، يعني كتكون بالسمية ديال المؤسسة باللوغو ديال المؤسسة ملي كندخل، حتى في لاباج بلوغين يعني في ليكرون فين كتكون تكونيكتا. دونك يمكن ليا ندير واحد الصورة خاصة بالمؤسسة، حتى الألوان ممكن أنها تبدل اكسيتيرا. خامس نقطة هي لا سيكوريتي، تري اسونسييل. دونك كل تلميذ أو كل أب أو كل أستاذ أو كل واحد في الإدارة ديال المؤسسة دونك عنده واحد الكونت ولا واحد الحساب خاص به، اي دونك افيك ان لوغين و ان مود باس، و يعني كنحطوهم بواحد استراتيجية كتكون اون كومون اكور مع المؤسسة باش أنه كنتفاداو أنه الناس ينساو عليهم ولا كذا. دونك كيما قلت، يعني هاد المنصة ديال اي ليرن يعني كتجمع لي ديفيرون بارتي برونونت، يعني اللي هما الاستاذ لو تيوتور اللي يمكن يكون الاب الام او الاخت، ولا يقدروا يكونوا بزاف ديال لي تيوتور اللي متبعين نفس التلميذ، المؤسسه يعني كاداره ديال المؤسسه، ولي زابرونون اللي هما التلاميذ والطلبه ديال المؤسسه. دونك بالنسبه الى بغيت نعاود نذكر يعني لي فونكسيونيتي كلي ديال لا بلاتفورم ايلر، اول حاجه مهمه هي لا سال فيرتويال، يعني تو سكي سيونس فيرتويال، يعني الحصص الافتراضيه. ثاني حاجه هي لاكسي ويب اي موبيل، يعني اي واحد
لا الآباء ولا الأساتذة ولا التلاميذ ولا الإدارة ممكن يدخلوا لها، يعني من ان بي سي بورتابل ولا من ان اورديناتور فيكس ولا من ان تابليت ولا من ان تليفون، يعني جوست افيك لو ليان ديالها ممكن يولج بنيمبورت كيل تيرمينال ولا سمارت فون. ميساجري اي تشات يعني كاين واحد لو موديول دو كومونيكاسيون ديدي للتواصل، يعني وسط المنصه يعني كاين حتى واحد لو موديول ديال التواصل ما بين هاد لي ديفيرون بارتي برنونت. الاداره ممكن تصيفط واحد الارساليه واحد الاخبار، يعني التلاميذ ممكن يتجاوبوا معاها، الاباء او الاساتذه اتسيتيرا. لا جيستيون ديال لي كلاس و لي زونسيون، يعني كيمكن ليا نحدد الاقسام ديالي، كيمكن ليا نحدد الاساتذه اللي عندي، كل استاذ كندير له لافيكتاسيون، يعني كل هذا الاستاذ تيقرا هذا القسم تيقرا لهم هذا لا ماتيير ايتترا ايتترا. البارطاج ديال لي ريسورس نيميريك، دونك كيمكن ليا نشارك فيها ونوضع فيها يعني جميع الموارد الرقميه ديالي، يعني بلي ديفيرونت فورما، يعني بحال يقدر يكون عندي فيشي ولا ملف، يعني بي دي اف، وورد، اكسل، باوربوينت، فيديو، ايماج، يعني نيمبورت كيل ريسورس نيميريك او مورد رقمي ممكن انني نوضعه في المنصه. لا جيستيون ديال لي ديفوار اي لا ريميز دي ديفوار، دونك يمكن ليا انني ندير دي ديفوار ولا واجبات منزليه بطريقه جد جد سهله وسريعه. الاستاذ يمكن له يدير بعض الفروض المنزليه في المنصه وكي التلاميذ كيتجاوبوا معاه عليها، وكيمكن له ينقط والتلاميذ كيشوفوا التنقيط، وهادشي كامل غنشوفوا يعني في لا ديمونستراسيون اللي غندير من بعد. كيمكن ليا ندير دي زاتولي، يعني بعض الورشات يعني وسط من المنصه، كيمكن ليا ندير ليفالواسيون اي لي تيست اون لين، يعني كيمكن ليا نختبر التلاميذ يعني اون لين اترافير واحد الموديول ديال لي تيست، كيمكن ليا ندير فيه واحد المجموعه ديال لي تيست افيك دي كيستيون متعدده الاختيارات او لا يعني صحيح خطا او لا يعني مجموعه ديال الامكانيات اللي كاينه. من بعد كاينه لي كومبيتيسيون انتر ايكول، يمكن ليا ننظم حتى بعض المسابقات يعني وسط من المؤسسه. واخر حاجه هي لا بيرسوناليزاسيون بور لا شارت ليكول، سكي تري امبورطون، يعني باش كان باش بور ابيي ديك لا بلاتفورم، يعني بلا شارت ديال ليكول، يعني بلو لوغو ديال ليكول، بالسميه ديال ليكول في لو ليان، و تات دي زيماج ديال المؤسسه. دونك دابا دونك غادي ندوز لا ديمونستراسيون يعني لايف ديال لا بلاتفورم. دونك باش ندخل المنصه، دونك كما قلت يعني كيخصني يعني متصفح ديال الانترنت اللي هو اغلب الناس دونك تيستعملوا جوجل كروم كي غراتوي، دونك كيمكن ليا كليكي وندخل جوجل كروم. دونك كنجي هنايا كندير لو ليان ديال لا بلاتفورم، يعني كل مؤسسه عندها ليان خاص بها، يعني انا هنا غندخل غير بواحد لانستونس ديمو، دونك غندير ديمو بوان اي لاف بوان نت، ولكن راه كل مؤسسه يعني كتعطي للاباء والاساتذه اللي معاها والاداره اللي معاها كتعطيهم ان لوجين لو ليان اللي خاص بالمؤسسه ديالهم. دونك بالنسبه لو لوجين، دونك انا غنتكونيكتا اول حاجه بان كونت ديال ان بروف ولا استاذ. دونك اخر حاجه نزيد في هذا ليكرون هذا هو انه يعني هاد لو لوغو اللي تيكون حتى هو كنعاودوه، يعني كنديرو في بلاصتو يعني اللوغو ديال المؤسسه، وهاد الصوره هادي اللي كتشوفوا هنا في الخلفيه حتى هي كتكون كتصيفطها المؤسسه وهي اللي كنوضعوها تما. دونك كتكون بعد مرات صوره ديال الفضاءات في المؤسسه او لا شي صوره يعني كتعبر على المؤسسه. دونك من بعد دونك كندير سو كونيكتي. دونك بالنسبه انا دابا دونك تكونيكتيت بان كونت ديال ان بروف. دونك اون فوا كتكونيكتا كاستاذ، يعني لو سيستيم كيحطني في هذا لو طابلو دو بورد اللي هو لوحه القياده ديالي كاستاذ. يعني اول حاجه مهمه كاينه في هذه لوحه القياده هي الاقسام اللي كنقراو. دونك هنا مثلا هذا استاذ اللي تيقري الاول ابتدائي فرنسيه والثاني ابتدائي فرنسيه، يعني ممكن انه يكون عنده ثلاثه ولا اربعه المواد المختلف في الاقسام. دونك من بعد يعني كيكون عندي واحد لا روبريك افير، يعني فيها الامور اللي خاص الاستاذ يديرها، بقى يعني كيفكروا لو سيستيم انه خصو يديرها، مثلا ك التنقيط ديال لي ديفوار او هذا، وافونيغ يعني هنا الامور اللي هي مازال جايه يعني في المستقبل، يعني لي ديفوار اللي جايين، لي تيست اتسيتيرا. هنا يمكن له يكليكي على فوار لي نوت باش كيمشي كيشوف النقط ديال التلامذ. وبالنسبه كما قلت قبيله في العرض ديالي، هو انه ممكن الاستاذ انه يستعمل المنصه ولا الاب ولا التلميذ يعني ب ب ب يعني باللغه اللي بغا، وباش يدير هاد القضيه دونك تيمشي للبارامتر. دونك في بارامتر كنمشي كندير موديفي لي بارامتر، وكنجي هنايا دونك ممكن نختار اللغه العربيه. دونك مثلا غندير اللغه العربيه، ميتر اجور لي بارامتر. دونك ملي كندير هاد لا ميزا جور ديال لي بارامتر، الا لاحظتوا ليكرون كامل ولا باللغه العربيه، الا رجعت لديك لوحه المعلومات يعني كلشي الامور ولات باللغه العربيه.
يعني لو سيستيم ممكن اني نستعملو اللغه اللي بغيت. دونك غادي نرجع باش نرد اللغه الفرنسيه pour la suite ديال لا ديمونستراسيون. من بعد دونك الى رجعت لو طابلو بور ديالي، دونك غادي ندخل لهاد لا روبريك ديال لي كور اللي عندي. دونك مثلا غنمشي للقسم ديالي ديال الاول ابتدائي اللي كنقريهم اللغه الفرنسيه. دونك هنايا ملي تنولج لهاد الدرس هذا، اول حاجه دونك كنلقى يعني السميه ديال القسم ديالي ولا الماده اللي كنقريهم. كنلقى هنايا واحد لو تيكست اللي نورمالمون تيكتبو الاستاذ، دونك هنايا ممكن انه يبدلو، هي مقدمه على القسم ديالو او الدروس اللي غيعطي اكسيتيرا. دونك ممكن انه يكليكي على موديفي وكيجي هنايا وكيبدل هذا التكست. مثلا كيدير شيغ زيلاف بوندون سيت اني باغ اكزومبل اون فوا اتيدي اكسيتيرا. دونك الاستاذ تيدير هنايا واحد المقدمه ولا واحد الخلاصه على المقرر الدراسي ديالو. دونك باش كيكون هنايا اي واحد كيتكونيكتا اول مره، دونك كيجي هنايا لهاد لاباج هادي اللي سميتها بروغرام او لا اكوي. دونك تيتكونيكتا تيبان له واحد النبذه على المقرر ديال هاد السنه في هاد الماده هادي اللي انا مكونيكتي فيها. دونك من تحت منها تيكون واحد الريزومي ديال لي كور. دونك هنايا جميع الامور يعني افيك ان اوردر كرونولوجيك، يعني مترتبين بالتاريخ ديالهم يعني بالتواريخ. دونك الامور اللي هي دازت كتبان ليا اونغري، والامور اللي هي مازال يلاه جايه دونك كتبان ليا باللون الابيض. دونك هنايا جميع لي ديفوار، جميع لي دوكيمون اللي حطيت، جميع هذا دونك كلهم تيتحطوا هنايا باش كيبقى عندي بحال واحد لو تايم لاين، واحد الريزومي كرونولوجيك ديال لي كور ديالي. يمكن ليا نمشي من هنايا ونكليكي مباشره على واحد التاريخ، مثلا غندير لو 19 اوت، لو سيستيم كيديني مباشره لو 19 اوت وتيبين ليا الامور اللي كانت عندي في لو 19 اوت. المهم باش كتبقى عندي الانشطه، وحتى بالنسبه للاداره دونك يمكن يولجوا غير لهاد ليكرون تيبين ليهم يعني واحد لا فيو جلوبال، واحد النظره شامله يعني على الدرس والموارد اللي تحطوا في هاد الدرس اكسيتيرا. دونك عندي مجموعه ديال لي فونكسيونيتي اخرين هنايا في هاد لاباج داكوي، بحال امبورتي ان كونتوني اكزيستون اللي كان عندي في جهه اخرى. كيمكن ليا يعني اللي هو مهم بحال لافيشاج اتيديون، كيمكن ليا نكليك عليها باش كيبان ليا كومون ليتيديون فوا هاد ليكرون هذا. انا مثلا كاستاذ هو تيبان ليا وتيبان ليا البوطون موديفي، ولكن الا وردت على لافيشاج اتيديون دونك تما تيبان ليا الشوفه اللي كيشوف التلميذ، يعني ملي كيدخل المنصة هكا كي غيبان له هاد ليكرون هذا. دونك تيبان له بحال هكذا وتيبان له هنايا لا روبريك افير ديالو اكسيتيرا. هنايا تيمكن ليا نغينيسياليزي ليتيديون او لا كيتي لافيشاج اتيديون باش نرجع لافيشاج ديالي انا كاستاذ. دونك بالنسبه شفنا دابا لاباج بروغرام اللي هي اكوي في نفس الوقت، يعني ملي غنكليك على اكوي كديني ليها نيت. دونك ثاني حاجه هما لي زانونس يعني الاخباريات، يعني انا كاستاذ ممكن انني نصيفط بعض الاخبارات للتلاميذ او للاباء. دونك تنحطهم هنايا، يعني مثلا الاسبوع المقبل عندنا واحد النشاط او عندنا واحد لاكتيفيتي او عندنا لا سيمين ديال لي كونترول او هذا. دونك يمكن ليا اي انونس اي اخبار، دونك يمكن ليا نجي هنايا وندير نوفيل انونس. دونك ملي كندير نوفيل انونس كنعطيها واحد لو تيتر ديالها. دونك مثلا كنجي كندير سيمين دي كونترول، كنجي هنايا شيرز إليف. بيان سور انا هنا كنكتب باللغه الفرنسيه، ولكن ممكن الا قلبت الكلافي باللغه العربيه دونك هكا دونك يمكن ليا نكتب باللغه العربيه. يعني اي استاذ لا ممكن يشونجي لا لونغ اللي بغا يكتب بها يكتب بها. دونك غنرجع للغه الفرنسيه. لا سمين دي كونترول، دي كونترول seront programmés pour la semaine naturelle du 7 septembre 2020 par exemple. Pour bien يعني هذه واحد لانونس، يعني الاستاذ يعني دار واحد الاخباريه. كيمكن انه يجي هنايا ويدير مثلا واحد لابارتي اونغرا يديرها مثلا بالاحمر يعني باش ينتبهوا ليها التلاميذ. دونك بحال عنده ان ايديتور دو تكست بحال يعني بحال وورد
يعني تيكتب، تيمكن له يسوليني، تيمكن له يدير دي تيغي، كيمكن له يأليني ا دغوات ولا ا غوش اتسيتيرا، كيمكن له يزيد ان ليان الى عنده ان ليان، كيمكن له يزيد صورة، يمكن له يزيد فيديو، يمكن له يزيد حتى ان دوكيمون. يعني مثلا الى عنده هذاك الاخبار سو فورما بي دي اف ولا شنو، كيمكن ليه تيليشارجي ويحطو هنايا سو فورم دو دوكيمون. دونك من بعد يعني كنجي كندير غوتاردي يعني لا بوبليكاسيون، واش هاد لا بوبليكاسيون هادي يعني بغيتها تبان اليوم عند التلاميذ، يعني مباشرة ملي نكليك على اونجستري غتبان عندهم، أو لا بغيتها مثلا ما تبان حتى لو 25 مثلا مع 8 ديال الليل مثلا. دونك هادي إلا في حالة بغيت أنه داك لانونس ديالي دونك ما تبانش عند التلاميذ مباشرة مورا لونجستخمون ديالها، دونك كيمكن ليا نأخر يعني النشر ديالها. دونك فوالا كاين مجموعة ديال لي زوبسيون أخرين، ولكن أنا كنركز دابا على كل ما هو مهم. دونك الاستاذ يكليك على انريجستري، دونك الطريقه جد سهله. دونك باش يكري واحد لانونس، دونك تتبان لانونس بحال هكذا. دونك الا رجعت لا ليست ديال لي زانونس دونك غتبان ليا، غتبان ليا هنايا. دونك فوالا لا سيمين دي كونترول شيرز اليف، لي كونترول سيرون بروغرامي لا سيمين هذا. دونك غوتاردي جوسكا لان انا قلت بانه ما تبان حتى لو 25 ا فندور، كيمكن ليا يعني نموديفيها ولا ندير لي كومونتير ديالها. تيمكن ليا نجاوب عليها يعني سواء كتلميذ او لا كاستاذ، ممكن انه يجاوب عليها التلميذ ويقول بيان فيو ولا بيان غوسو مسيو او لا هذا. هنايا دونك بالنسبه لي زانونس القدام، دونك تيبان ليا هنايا بوبليي، تيدير ليا لا دات ديال لابوبليكاسيون، هنا كيدير ليا لو نومبر دو ريبونس لو نون لو ولا نومبر دو ريبونس. دونك فوالا تيمكن حتى الاستاذ يطلع على عدد ديال التلاميذ اللي هما تجاوبوا مع هذاك الاخبار. دونك وكتبقى عندي اللائحه ديالي كامله هنايا، وتيمكن ليا ندير ان ريشيرش هنايا. انا بغيت نشارشي مثلا غيوليو عندي بزاف ديال لي زانونس، وبغيت نرجع لواحد لانونس نشوفها، دونك تيمكن ليا نكتب مثلا كونترول كندير ريشيرشي. دونك هنايا ها هو عطاني داك لو فيلتر ديالي، دونك قلب ليا على كاع لي زانونس اللي فيهم لو مو كونترول. دونك فوالا، دونك هذا فيما يخص لي زانونس. لي ديسكوسيون نشوفو لي ديسكوسيون تاع هما. لي ديسكوسيون سي لي فوروم، يعني ممكن سورتو بالنسبه للتلاميذ ديال التعليم الثانوي. دونك ممكن الاستاذ كيدير واحد لاتولي، واحد الورشه مثلا على واحد الموضوع، يعني كيجي وكيدير واحد لا ديسكوسيون يعني بحال ان فوروم، و تيجي هنايا تيكري ديك لا ديسكوسيون، كيعطيها واحد لو تيتر مثلا غنهضروا على لو شونجمون كليماتيك باغ اكزومبل، يعني التغير المناخي. كيجي هنايا وكيكتب الاستاذ يعني بونجور شير زيليف مثلا، كو بونسيفو دو لورغانيزاسيون دون جورني سور لو تيم du changement climatique partagé avec moi vos idées par exemple. Et voilà, cordialement. مثلا دونك اللغه العربيه ولا الفرنسيه ايتترا. دونك نفس الشيء كيمكن ليا نمشي هنايا وندير واحد لابارتي يعني اون غرا سوليني، غنلونها مثلا بواحد لاكولور مثلا غنديرها بالصفار. كيمكن ليا يعني ندير لاطاي ديال الكتابه ديالي، ممكن انا نزيد واحد الصوره يعني على الشونجمون كليماتيك. يعني غنجي هنا مثلا غندير واحد الصوره على الشونجمون كليماتيك، وغناخد واحد الصوره يعني مثلا ديماج، وغناخد مثلا هاد الصوره هادي ونجستري ديماج. غنجي هنايا دونك غادي نمشي غنامبورتي ان ايماج، غندير تيليشارجي ليماج. دونك ملي غنتيليشارجيها دونك كيمكن ليا نجيبها نكليسيها فاسيلمون، وكنكليسيها هنايا كنحط. دونك كندير سوميتر، دونك هاديك الصورة ها هي تحطات هنايا، ممكن اني نكبرها ممكن اني نصغرها. دونك فوالا انا هبطتها للسطر هنا لتحت. دونك فوالا، دونك هذا بالنسبة لهاد لا ديسكسيون، يعني هاد لو فوروم اللي انا كريت مع التلاميذ دابا. كنجي ممكن نزيد حتى شي بياج جوانت، يعني الا عندي ان دوكيمون ولا ان رابور ولا شي حاجه، دونك ممكن عين نزيدو هنايا. كيمكن ليا نقول نوتوريزي لي ريبونس تيماتيك ولا لا، يعني انه التلاميذ يتجاوبوا مع بعضياتهم. مثلا واحد التلميذ جاوب
قال شي حاجه، دونك هو واش التلاميذ يقدروا يجاوبوا على ذاك التلميذ او لا مباشره يجاوبوا على لو سوجي جلوبال. دونك هنايا كيمكن ليا انني نقول لي سوفيزاتور واش لي زيليف يعني ممكن يشوفوا لي ريبونس ديال التلاميذ الاخرين افون ميم دو بوبليي كيلكو شوز، يعني واش التلميذ يعني ما حتى يكتب هو ان كومونتير ولا ان ريبونس عادي عادي يبانوا له لي ريبونس والاجوبه ديال التلاميذ الاخرين. ممكن يعني مجموعه ديال لي زوبسيون اخرين، ممكن انني ندير هذه بار جروب، يعني مثلا سي ان ديسكسيون دو جروب وكنختار ديك الساعات لو جروب يعني جي 1 ولا جي 2 ايتترا، ولا كنكريي ان نوفو جروب. دونك هنايا كنقول هاد لا ديسكسيون مثلا الا ما حددتش ليها دونك لو ديسپونيبل دوبي لو جوسكا او، دونك كتبقى ديما في المنصه، ولكن ممكن ان نحدد ليها مثلا غتبان من لو 24 اوت وغتمشي مثلا في لو 30، يعني في هاد لا سمين يعني هي اللي فيها هاد لا ديسكسيون هادي. اي جو في انريجستري اي بوبلي، الا لاحظتوا ديما عندي في لي زيكرون كاملين غنشوفو من بعد حتى في لي ديفوار لي تيست ايتترا. دونك كيكون عندي لو بوطون انريجستري اي بوبلي وكتكون عندي انريجستري بوحدها. دونك ملي كندير غير انريجستري دونك هذاك الشيء كيتصون وكيبقى بحال امبرويه، دونك ما كيتبوبلي ما كيبانش للتلاميذ ولا الاباء ولا هذا. ملي كندير انريجستري بوبلي دونك كنقول بان غنسجل وصافي، يعني غادي ننشر هذا المحتوى هذا، يعني غيتنشر. دونك هنايا درت سوسي ان جروب، دونك جو دوا شوازيغ ان جروب اولا ما غنديرش يعني لي جروب باش يبان عند كلشي انريجستري اي بوبلي. دونك هنا مباشرة دونك هاد لا تيماتيك دونك غادا تنشر وغادا تبان هكا عند التلاميذ، يعني العنوان ديالها الأستاذ، يعني حتى أنا الكونت اللي مكونيكتي بيه سميتو ديمو الكنية ديالو بروف 1، دونك الأستاذ اللي دارها توت لي سيكسيون يعني كلشي لي زيتيليزاتور كاملين يعني كاع لي زيليف ديال لا كلاس. هنايا يعني داك لو تيكست اللي أنا درت ليهم ديك الصورة، يعني ممكن أي واحد أنه يتجاوب معاها كيكليكي على هاد ريبوندر وممكن يكتب بون ايدي مسيو باغ اكزومبل اكسيتيرا. دونك جي بوبلي اون ريبونس اي تو، دونك تيبانو بحال هكا يعني لي هاد لي هاد لا ديسكسيون، يعني فريمون يعني كنرسخ فيها دوك الورشات يعني بطريقة عن بعد. كل واحد دونك كيتفاعل يعني مع ديك لا ديسكسيون مع داك لو فوروم بالطريقة ديالو. هذا بالنسبه للجانب ديال لي ديسكوسيون. دونك غنجي من بعد يعني الجانب ديال لي موديول. دونك الموديول هو باش كنقسم انا الماده ديالي، يعني كنقري اللغه الفرنسيه يعني الاول ابتدائي، دونك بغيت نقسم يعني هاد المكونات ديالي ديال الماده بغيت نرتبهم يعني بطريقه مثلى. دونك كنجي كنكريي هاد لي موديول ديالي. دونك مثلا في اللغة الفرنسية مثلا عندي لا ليكتور، عندي الليكسيك، عندي لا كونجوغيزون، عندي لا كومبريونسيون، عندي لا برودكسيون اكريت مثلا. دونك هذا جوست ان اكزومبل. دونك هنايا كيمكن ليا انني نحط اي حاجة اي محتوى، يعني واحد لو دوكيمون، واحد لا فيديو، واحد ليماج، واحد لو ديفوار، واحد لو تيست، كنجي وكنحطو يعني في لا روبريك اللي هي تابعة له. يعني مثلا بغيت حطيت شي حاجة في لا غرامير، دونك كنجي كنحطها في غرامير، وحتى التلميذ ملي تيكليك على غرامير كيبان له جميع المحتوى الرقمي ديال لا سيكسيون غرامير، يعني ديال هاد لا لوسون ديال الغرامير. هذا ملي غنمشي للكونجوغيزون حتى هي غنلقى فيها المحتوى ديالها، ملي غنمشي لا برودكسيون اكريت نفس الشيء ايتترا ايتترا. دونك هذا بالنسبه لهاد لي موديول. بيان سور يعني الاستاذ الا بغى يزيد شي حاجه في ان موديول، مثلا غيمشي لا غرامير وبغى يزيد فيها ان دوكيمون، تيمشي ديك الساعات وكيدير بلوس وكيجي هنايا. دونك يا اما ان ديفوار يعني اون تاش، او لا ان تيست، او لا غنزيد ان فيشي، او لا اون باج، او لا اون ديسكوسيون، يعني اي حاجه بغيت نزيدها في هاد لا روبريك. يعني كنكون كنكليكي مثلا على فيشي كيبان ليا كاع لي فيشي اللي عندي، وكنختار مثلا واحد الفيشي، مثلا غنزيد هاد الفيشي هذا وكندير له اجوتي لي ليمون. دونك تيتزاد عندي في هاد لا سيكسيون غرامير، كيمكن ليا نبدل له الاسم ديالو، نجي هنايا وندير مثلا موديفي، كيمكن ليا هنايا نبدل داك لو تيتخ ديال داك لو دوكيمون مثلا فيشي ديمو باغ اكزومبل. دونك هنايا هو تبدل له العنوان ديالو، ممكن اي واحد انه يكليكي عليه. دونك مثلا انا كليكيت عليه، دونك غادي يتيليشارجي عندي داك الفيشي، ولا غيتحل عندي بحال هكا، دونك غيبان ليا هذاك لو فيشي هكا. دونك الى رجعت نفس الشيء، يعني بالنسبه لديك لا لوسون 2 هي سو فورم دو فيديو، دونك هادي الى كليكيت عليها راه سي اون فيديو، دونك غنكليكي عليها بحال هكا. دونك هي سي اون فيديو كي ا ايتي اجوتي دون اون باج، دونك تيجي التلميذ تتبان له بحال هكذا، ممكن انه يكليك هذيك لا فيديو وكتحل هذيك لا فيديو، دونك ممكن انه يتفرج فيها. دونك يمكن له يكبر حتى ليكرون ويشوفها اون بلان ايكرون، يعني كتبان له بحال هكذا ويطلق لا فيديو ايتترا. دونك هذا غنرجعو في لا روبريك باج من بعد وغنشوفوهم بلوس اون ديتاي. دونك شرحت لكم هاد لا بارتي ديال لي موديول.
دونك غادي نرجع لابارتي ديال لي ديفوار. دونك بالنسبه لي ديفوار الواجبات المنزليه، دونك الاستاذ غيحط واحد الواجب منزلي، يعني واحد الاختبار اللي غينزلو التلاميذ في المنازل ديالهم. دونك كيجي كيدير هاد لو بوطون بلوس نوفو ترافاي، يعني هنايا كيكليك عليه، هنا ديجا كتبان لنا ليست ديال كاع لي ديفوار لي دازو قدام. دونك هنايا ملي كندير نيو نوفو ترافاي، دونك كنجي هنايا كنعطي السميه لذاك الديفوار. دونك كنعطي واحد الاسم، يعني مثلا ديفوار ديمو 24 باغ اكزومبل. كنجي هنايا كنكتب واحد لي انستركسيون اولا لي كونسين ديالي ديال هاد لي ديفوار هذا، مثلا بونجور chers élèves, veuillez répondre aux exercices en pièces jointes avant le matériel rendu d'Awa à Réagel, matériel le 25 août 2020. دونك هنايا غنجي غنحط ديك لاسيري ديكزارسيس ديالي. دونك غنجي غندير لها هكا، كيمكن ليا نحطها، يعني غنمشي غنزيدها كون فيشي. إلا كانت سو فورم ديماج دونك كنمشي كنزيد اون ايماج، إلا كانت سو فورم دو فيشي دونك كنمشي كنزيدها كون فيشي. يعني كيعطيني هو لو سيستيم كيعطيني اختيار، تقول لي واش تيليشارجي لو دوكيمون، يعني سي ان دوكيمون جديد دونك كنهزو من البيسي ديالي ولا من التليفون ديالي، أولا سي ان دوكيمون دو كور، يعني ديجا كاين كيلك بار في هاد لو كور هذا، خصني كيعطيني باش نمشي نقلب عليه. دونك فوالا كيعطيني كاع لي دوكيمون لي هما كاينين ديك الساعات كيافيشيون ليا، اولا كيمكن ليا نقول من لي فيشي بيرسونيل ديالي انا كاستاذ، يعني من لي دوكيمون ديال ليتيليزاتور. دونك هنا غندير انا تيليشارجي الدوكيمون، يعني مثلا عندي انا كتبان كيلك بار، يا اما كنكليك على اونفويي الفيشي، يعني باش كيديني وكنقلب على داك لو فيشي يعني في لورديناتور ديالي. دونك مثلا غندير مثلا غناخد واحد لو دوكيمون من هنا، ولا غناخد واحد الصوره، مثلا غناخد هاد الصوره هادي ونحط فوالا وغندير سوم. دونك فوالا ديك الصورة هي تحطات يعني كوم ديفوار للتلاميذ. وكنجي من بعد وكندير واش هاد لو ديفوار هذا يعني على شحال من نقطة غنقطو، يعني مثلا بالنسبة للابتدائي راه غندير على 10، بالنسبة للثانوي غندير على 20 اكسيتيرا. دونك مثلا غنخلي سور 20، غنجي غنقول واش هاد لو ديفوار بعدا واش منقط ولا لا، يعني واش غنقطو لي بورسونتاج، يعني غنقول هاد التلميذ جاوب على 60% 70%، اولا غنقول جوست كومبلي ان كومبلي بحال الشكل ديال التعليم الاولي، يعني كنقولو غير واش سي اكي نو اكي، اولا كومبلي ان كومبلي، اولا جوست ميم بور البريمير ولا الكوليج ولا الليسي كنقول هاد لو ديفوار الي كومبلي، يعني دار ولا ما دارش. اولا غندير بار بوان اولا بلي ليتر دو نوتاسيون ديال ا بي سي دي اكسيتيرا. دونك انا مثلا غنخلي لي بوان دونك سور 20 بوان، وغنجي هنايا يعني غنجي غندير لو تيب دونفوا، وغنقول واش اون لين، يعني التلميذ كيفاش غيجاوبني، الطريقه ديال الجواب ديال التلميذ، واش حنا كن يعني التلميذ غيجيب معاه لا كوريكسيون ديال الدوفوار القسم، يعني ديك الساعات كندير سور بابي، يعني ديك الساعات التلميذ كيدخل للمنصه كيقول غير واش درتو ولا ما درتوش، وديك الساعات الاستاذ عاد كيدخل ملي كيشوف يعني دوك الواجبات يعني داروا في القسم وتيبان له بانه دارهم، كيدخل وكيقول التلميذ مثلا راه صاوبهم وشحال جاب فيهم اكسيتيرا. اولا كندير اونلاين يعني في الحاله ديال التعليم عن بعد، وميم في تعليم حضوري يعني ممكن انه الاستاذ بغى انه كاع لي ديفوار يبقاو يديرهم التلاميذ في المنصه باش كيبقاو عنده سونتراليزي، وكيسهل عليه التتبع ديالهم والتصحيح ديالهم في المنصه، وتيبقى عنده كلشي مجموع في بلاصه واحده. دونك هنا مثلا انا في هاد ليكزومبل غندير اونلاين، ملي كنقول اونلاين تيجاوبني لو سيستيم تيقول لي واش غيسي التلميذ غنعطيه غير اون زون دو تيكست يعني غيسيزي فيها، اولا غيحط واحد لو ليان، اولا غيتيليشارجي ان فيشي. دونك اغلب الحالات دونك يكون عندنا تيليشارجمون دو فيشي، دونك التلميذ كيصاوب داك لو ديفوار مثلا في واحد الورقه بيضاء ولا في دفتر المنزل وكيصورها وكيعاود يرسلها، اولا كيخدم في ان دوكيمون وورد وكيسوف كاردي وكيعاود يصيفطو ليا. كيمكن ليا حتى ليميتي لي تيب دون لي تيب دي فيشي، يعني لي زيكستونسيون، مثلا انا بغيت غير لي زيماج دونك يمكن ليا ندير غير جي بيج مثلا جي بي جي، اولا دوكيمون وورد مثلا غير بوان دوكس ولا اكسل اكس ال اكس اكسيتيرا. دونك فوالا هنا كيمكن ليا نسبيسيفي واش هاد لو ترافاي ولا هاد لو ديفوار واش غيدار ان جروب بريسي ديال التلاميذ اولا القسم كامل، يعني ديما عندي هاد لا نوسيون واش سان ترافاي دو جروب ولا سان ترافاي بور توت لا كلاس. الا درت سي تاش دو جروب يعني سان ديفوار ديال ان جروب، يعني كيمكن ليا ندير واحد المجموعه
وسط القسم كيمكن لي ان جروب كيمكن ندير فيه مثلا تلاميذ متعثرين، وكيمكن لي نعطيهم هما الخدمه اكثر من التلاميذ الاخرين، مثلا كنزيدهم دي ديفوار اون بلوس وكيبانوا لهم غير هما. لا ريفيزيون ديال لي بير، يعني في الحاله ديال اللي الا بغيت ندير هاد لا ريفيزيون دي بير، معروفه عند الاساتذه يعني التربويين، انه ممكن انه كنعطي للتلاميذ هما تيصحوا لبعضياتهم، يعني التلميذ كيصحح لو ديفوار ديال التلميذ الاخر. اخر حاجه هي لاتريبيسيون، يعني واش هاد لو ديفوار يعني بار ديفو راه كتكون عندي تو يعني القسم كامل، اولا كيمكن ليا نحيد هاد تو ونقول مثلا غير لواحد التلميذ ولا لواحد جوج تلاميذ اللي في القسم هما اللي غيكون عندهم هاد لو ديفوار هاد. دونك بار ديفو يعني راه غنمشي غندير تو يعني باش كي التلاميذ كاملين ديال هاد القسم، وهنا كان سبيسيفي يعني لا دات ليميت وقتاش التلاميذ خصهم يجاوبوني على هاد لو ديفوار. يعني مثلا غندير انا هاد لو ديفوار خص التلاميذ يجاوبوني لو 25 يعني مثلا مع 6 د العشيه. فوالا، وكنجي هنايا كنقول هاد لو ديفوار الا بغيت، دونك كيمكن ليا نقول هاد لو ديفوار خصو يبان من دابا يعني عند التلاميذ، كيمكن ليا نصاوبو يعني مثلا في الويكاند انا كاستاذ نوجد الخدمه ديالي كامله ديال اسبوع ولا ديال جوج الاسابيع، ولكن نقول هاد لو ديفوار ما يبان حتى لهاد التاريخ هذا مثلا، يعني ما بغيتش يبان عند التلاميذ حتى اليوم لو 24 مثلا ا 18 يعني حتى 6 د العشيه. فوالا، دونك انا غندير من لو 24 من مينوي، وما غيبقاش يبان مثلا في لو 27 يعني انا دونك لو 24 هنايا، وهنا في جوسكا دونك غندير فيها لو 27. يعني ممكن دابا التلاميذ مورا هاد التاريخ هذا اللي حطيت لهم هنا ممكن انهم يجاوبوا، ولكن كيبان ليا بانه جاوب اون غوتار على هاد لو ديفوار هذا. دونك فوالا، كيمكن ليا ندير سوف كاردي يعني كيبقى ليا كومبرويون، اولا سوف كاردي اي بوبليي، دونك باش كنسوف كاردي وكيتبوبليي مباشره يعني عند التلاميذ. كيمكن ليا نكوشي هاد لاكاز يعني باش كتجي واحد لا نوتيفيكاسيون كاع التلاميذ اللي هما كونسيرني، كتجي نوتيفيكاسيون يعني بانه كوم كوا راه عندهم واحد لو ديفوار ا رياليزي. دونك فوالا، كندير سوف كاردي اي بوبليي. فوالا، دونك تيبان ليا لو ديفوار ديالي، شنو كتبت للتلاميذ؟ بونجور شيغ زيليف، فيي ريبوندغ او زيكزارسيس هذا، والصورة يعني ديال لو ديفوار اللي انا حطيت ليهم، وهنا كيبان ليا بأن راه تنقيط على 20، والتلاميذ يعني راه خصهم يديروا ان تيليشارجمون د فيشي، دونك خصهم يصيفطوا ان فيشي، لآخر أجل هو 25 في شهر 8، بوغ يعني كيقول ليا تو يعني توت لا كلاس، وغيبان في المنصة من 24 في شهر 8 أمينوي، وجوسكا يعني إلى غاية 27 في شهر 8 مع 12 الليل. دونك فوالا، دونك هكا كيتيبان لو ديفوار عند الاستاذ دابا مباشرة، دونك غتكونيكتا بان كونت ديال ان ايليف اون فينيتر وحدة اخرى باش نوريكم كومون سا سباس عند ليليف وكيفاش كيبان له هاد لو ديفوار هاد. دونك غتكونيكتا بواحد التلميذ ديال داك القسم اللي تزاد فيه داك لو ديفوار، دونك لوكين المود باس ديال التلميذ اي تم تكونيكتا. دونك الا لاحظتوا معايا هنايا بالنسبة للتلميذ، دونك في طابلو دبور ديالو كنافيشي ليه هو جميع المواد اللي عنده، دونك جميع المواد، دونك عنده الانجليزيه العربيه الفرنسيه الانفورماتيك لي مات لي سيونس، دونك هو في طابلو بورد ديالو دونك تيبان له جميع المواد اللي هي عنده ومقرره ليه في هذه السنه الدراسيه. دونك وهنايا الا لاحظتوا معايا دونك تيبان له هنايا واحد لا روبريك افير يعني للانجاز، وغتبان له في هذيك دوفوار ديمو 24 اللي حطينا دابا، وبانه راه ديال اولى ابتدائي فرنسيه، وبانه غيتنقط على 20 نقطه، وبانه ديسپونيبل الى غايه يعني 25 في الشهر مع 12 الليل. دونك تيمكن له يكليك عليه مباشره من هنا ويمشي له. دونك الى لاحظتوا حتى هنايا في الفرنسيه هو تيبان له بانه عنده 8 ديال لي زانونس، وتيبان له يعني بانه عنده دي ديفوار عنده دي باش، وهنا كيبان له عنده دي كومونتير، وهنا كيمكن له يطالع على لي فيشي اللي تزادوا اتسادر. دونك اولا كيبلش مباشره يعني داك لو كور ديالو، الى لاحظتوا حتى هو عنده تقريبا نفس لا فيزيون ديال الاستاذ، غير هو ما يمكنلوش يزيد دي دوكيمون اكسيتيرا، ويمكن له يجاوب على لي ديفوار، يمكن له يجاوب على لي ديسكسيون، يشوف لي نوت ديالو، يدير دي تيست، يدخل للحصص الافتراضيه اكسيتيرا. دونك الى رجعت للطابلو دو بورد ديالو، دونك كيدخل التلميذ دونك كتبان له بطريقه سهله يعني الامور اللي عنده للانجاز، يعني ماشي بالضروره خصو اشاك فوا يدخل ويقلب واش عنده شي حاجه جديده ولا كذا ولا هادي. اي دونك تيبان له في لا روبريك افير تيبان له ديجا داك لي ترافو اللي عنده ارياليزي، دونك تيكليكي على دوفوار ديمو 24، دونك غير غيكليكي عليه دونك غيديه مباشرة يعني ليكرون باش يجاوب، تيقول له ها لو تيتر ديال لو ديفوار اغوندغ لو يعني مغدي مع 12 الليل على 20 نقطة، خصو يصيفط ان فيشي وبانه راه متاح ليه من 24 في شهر 8 حتى 27 في شهر 8 يعني 4 جوغ. هنا كيبان له داك الكومونتير اللي كتب الاستاذ يعني لا ديسكريبسيون ديال الديفوار، تتبان له الصورة اللي حط الاستاذ،
دونك تيمكن له يامبريميها، تيمكن له ينجز هذاك لو ديفوار، يعني يا اما في المانيوال يا اما في ورقه بيضاء يا اما في يعني في دفتر المنزل. من بعد كي ياخد صوره وكي كليكي على سوميتر ان ديفوار، لي تيكليكي على سوميتر ان ديفوار بيسكو الاستاذ دار له تيليشارجمون دو فيشي، دونك كيما خصو يجاوب بان فيشي، دونك ديك الساعات كيجي هنايا كيكليكي على شوازيغ ان فيشي. دونك ملي تيكليكي على شوازيغ ان فيشي دونك كيمشي في الحط هو ديك ليماج، او لا كان بالتليفون ديالو دونك تيمشي لا غالري و تيقلب على ليماج ديالو و تيزيدها. مثلا غندير مثلا هذا هو الجواب ديالي انا، كيمكن ليا نزيد بزاف، يعني مثلا التلميذ الى عنده هذاك لو ديفوار خدا له مثلا 5 صور ولا 6 صور، دونك تيمكن لو يكليكي على شاك فوا على اجوتي ان اوتر فيشي و كيزيد يعني ايماج واحدة اخرى. دونك فوالا في الاخر تيمكن له يخلي ان كومونتير للاستاذ، يعني الا بغا مثلا ميرسي خوف، و تيكليكي على سوميتر لو ديفوار. دونك هنايا لاحظتوا معايا دابا التلميذ دونك جاوب على لو ديفوار ديالو، دونك مباشرة ملي غيترسلو هاد لي زيماج دونك غيبان له لو ستاتيو ديال لو ديفوار ديالو بأنه إلي سومي، دونك راه مشى لو ديفوار ديالو لو 24 ا 15h33، و بأنه هما لي دو فيشي لي صيفط للأستاذ، وبأنه صيفط واحد لو كومونتير ميرسي بروف. دونك دابا طونك باقي ما وصلش هذاك التاريخ آخر أجل يعني اللي هو حدد الأستاذ، يعني في 27 في شهر 8 لا في مغدي يعني لو 25 ا مينوي، تيمكن للتلميذ انه يدير غونفوي الدوفوار، كيمكن له يراجع هذاك الشيء اللي دار، دونك يقدر يحيد واحد لو فيشي ولا ينقص واحد لو فيشي ويزيد شي فيشي واحد اخر اكسيتيرا. دونك دابا الى رجعنا عند الاستاذ، دونك الى رجعنا عند الاستاذ ومشينا لو طابلو دو بور ديالو، دونك غتلاحظوا معايا بانه حتى الاستاذ يعني ماشي بالضروره انه كل مره خصو يدخل ويشوف واش التلاميذ جاوبوا ولا ما جاوبوش. دونك ملي كيجاوب واحد التلميذ كتجيه مباشرة حتى هو في لا روبريك افير ديالو، يعني في لو طابلو دو بور ديالو، يعني ملي تيتكونيكتا كتبان له في لا روبريك افير بانه راه عنده واحد لاطاش ديال دوفوار، يعني لا كوريكسيون ولا لا نوتاسيون ديال واحد لو دوفوار ديمو 24، وهنا تي افيشي ليه هاد لو شيفر 1، يعني هاد الواحد هذا بانه كاين تلميذ واحد جاوب على لو دوفوار، وراه خصك انت كاستاذ يعني تنقط ليه داك لو دوفوار. دونك تيكليكي الاستاذ مباشرة من هنا، يعني ما محتاجش انه يمشي بالضرورة يعاود يدخل للدوفوار ويقلب عليه، تيكليكي من هنا مباشرة كيديه لو سيستيم ليكرون دو كوريكسيون، دونك تيديه ليكرون فين يمكن له يكوريجي هذاك لو ديفوار، وكتحل له كيتبان له هنايا السمية ديال التلميذ داك ديمو إليف، كتبان له هنايا وقتاش صيفط هذاك ليليف داك ديفوار، هذوك جوج الصور اللي صيفط، النقطة اللي بغا يحط له ولو كومونتير، وهنا كيبان له هذيك ليماج اللي حط التلميذ، كيمكن له يكليكي على ليماج الثانية باش تبان ليماج الثانية، يمكن له يعاود يقلب ليماج الأولى، كيشوف الأستاذ وكيطالع يعني وسط المنصة على دوك الأجوبة ديال التلميذ، وكيجي هنايا مثلا وغيكتب له 18 على 20، ويقدر يكتب له حتى أن كومونتير مثلا دو غيان برافو. دونك هنايا يمكن له يزيد حتى أون بياج جوانت أولا أن أوديو، وكيتكونفيرتا سو فورم دو تكست، وهنايا كندير أونفوي. دونك ديك الساعات كيبان له بانه راه مشى الخدمه ديالو، الكومونتير ديالو مشى. الاستاذ ملي تيكون عنده بزاف ديال التلاميذ اكوريجي، يمكن له من هنا يباسكولي من تلميذ لتلميذ، عنده لي فليش هنايا الفوق، يعني يمكن له من هنا يباسكولي لان اليف لان اليف اكسيتيرا، وكل واحد تحت له لا نوت ديالو. دونك غير هادو باقي ما جاوبوش، دونك هنا تيبان له بان سيت اتيديون نا با دونفو سيغ بوغ 16 فوالا. دونك هنايا الى رجعت لهاد ديمو اليف راه تيبين له هنايا بانه جاب 18 على 20 اللي هي 90% فوالا. دونك الى رجعت عند التلميذ بيان سور ورجعت للطابلو بور ديالو، دونك راه تيبان له بانه لو ديفوار ديالو راه تصحح، ها هو دونك لي كومونتير ريسون، تيبان له بانه ها هو ديك بالخضر، يعني سافو دير كو الاستاذ راه عطاه 18 على 20 وكتب له دو غيان برافو، تيمكن له يكليكي عليهم باش يمشي يشوف داك الشيء اون ديتاي. دونك هنايا تيبان له دوك جوج تصاور اللي كان صيفط للاستاذ، تيبان له الميساج اللي كان صيفط هو الاستاذ بالتاريخ، وتيبان له حتى لو ميساج اللي صيفط ليه الاستاذ بالتاريخ ديالو والنقطة اللي جات. دونك طونك باقي الوقت يعني باقي ما وصلش اخر اجل يعني بانني نصيفط اجوبة اخرى، يمكن ليا نكليكي على غونفوي لاطاش، ولكن الا فات داك الاجل دونك ما كتبقاش عندي هذا الحق هذا، دونك يمكن ليا نعاود نصيفط ان ميساج اخر للاستاذ ونكليكي على اونغوجيستري اكسيتيرا. دونك هذا بالنسبة للشق ديال لي ديفوار. دونك غنرجع لو كونت ديال الاستاذ وغنشوفوا هذه المره يعني الجانب ديال لي تيست، يعني لي تيست تو سكي تيست كويز، لا اما تيكونوا منقطين او لا بدون نقاط، و تيكونوا يا اما يعني
C'est des tests يعني contrôle ou là c'est des tests juste d'évaluation ou là de validation de compétences ديال التلاميذ ou là de mise à niveau pour contrôler le niveau ديال التلاميذ etc. كيمكن ليا نستعملهم حتى في لي تيست دياغنوستيك اللي كيداروا في اول سنه، كيمكن ليا نستعملهم يعني في لي تيست دادميسيون يعني باش تكون واحد التلميذ في المؤسسه كندوز له واحد لو تيست دو بوزيسيونمون. دونك هنايا غنمشي لا روبريك تيست يعني نفس الشيء ديال الدوفوار كنكري لو تيست ديالي. دونك هنا كيبان لي اللائحه ديال كاع لي تيست اللي هما دازو كلهم تيبانوا لي هنايا. تيمكن ليا نكليك على هاد لو بوطون نوفو تيست يعني كنكليك عليها هكذا كنجي هنايا. دونك كنعطي لك لو تيست كنعطيه واحد العنوان مثلا تيست ديمو 24 باغ اكزومبل. كنجي هنايا كنكتب دي انستركسيون يعني مثلا فيي رياليزي سو تيست افون لو مثلا عندي واحد المرة لو 26 اوت 2020 à 18h par exemple. هنايا كنجي كنقول واش هاد لو تيست اي لي نوتي ولا سي جوست ان تيست دونترينمون ولا سي جوست اون انكيت يعني واحد لونكيت يعني واحد استطلاع اللي تا هو نوتي او لا نون نوتي. يعني في اغلب الحالات كتكون يا اما تيست دونترينمون يعني اللي تدريب يعني معليش نقطة او لا ان تيست نوتي يعني ديك الساعات كنقول واش واحد لو جروب بريسي ديال لي زيليف او لا التلاميذ كاملين. كنجي هنايا يعني كيمكن ليا نكوشي هاد ميلونجي لي ريبونس مهمه انه كيبدا كل مره يعني تي افيشي دوك لوغدغ ديال الاجوبه تي افيشيهم يعني داك الترتيب ديال الاجوبه كل مره تيخلطهم ما تيبانوش بنفس الترتيب عند التلاميذ كاملين. كيمكن ليا ليميتي لا ديوري ديال هاد لو تيست يعني مثلا كيمكن ليا نحددها 10 ديال الدقائق يعني كنقول للتلاميذ بانه عندكم 10 دقائق باش تجاوبوا على هاد لو تيست هذا. كيمكن ليا نقول واش نوتوريزي بليزيور تونتاتيف يعني واش نعطي للتلاميذ الامكانيه انهم يديروا هاد لو تيست يعني بليزيور فوا يعني هنايا كنقول تونتاتيف اوتوريزي كيمكن ليا نحددها في ثلاثه ولا في اربعه المرات يعني التلميذ عنده ثلاثه ديال الامكانيات ثلاثه ديال المحاولات ممكنه انه يديرها. ديك الساعات كنختار الا درت بزاف ديال المحاولات كنقول بالنسبه للنقطه اللي غناخد في الاخر واش لا بلوز الفي يعني اعلى نقطه يعني ديال المحاولات بثلاثه وحده جاب فيها اربعه وحده سته وحده ثمانيه. دونك الا درت لا بلوز الفي راه غناخد ثمانيه او لا ديغنيغ يعني ديال اخر محاوله كناخد النقطه ديال اخر محاوله او لا كناخد المعدل ديال المحاولات كاملين يعني كنجمع دوك النقط كاملين وكنقسمهم على عدد المحاولات. دونك انا ما غنديرش في هذا لو تيست يعني بليزيور تونتاتيف. هنايا عندي بزاف ديال لي زوبسيون اخرين مثلا ملي كيسالي التلميذ واش يشوف لي ريبونس ولا ما يشوفهمش واش يعني ممكن ان نبين له لي ريبونس حتى لواحد لا دات يعني ما يبانوا للتلاميذ لي ريبونس حتى لواحد لا دات يعني حتى لو 27 مثلا اوت عادي يبان لهم الاجوبه الصحيحه. واش ما يبانوا له في حاله يعني في الحاله اللي اختاريت فيها يعني مثلا بليزيور تونتاتيف يعني محاولات متعدده واش الاجوبه يبانوا له في الاخر ديال كل محاوله او حتى المحاوله الاخيره عاد نافيشي ليه الاجوبه الصحيحه اتسيتيرا اتسيتيرا. هنايا مونتري اشاك فوا ان ريبونس يعني كيمكن ليا انني نقول بانه التلميذ واش ملي يدخل لو تيست يبان له لي كيسيون كاملين الاسئله كامله يبان له في صفحه واحده او لا سؤال بسؤال وكل مره خصو كليك على سويفون باش يدوز للسؤال الموالي. واش ممكن التلميذ يرجع للسؤال اللي قبل يعني لا جاوب عليه واش ممكن يرجع له ولا لا. هنايا سي دي ريستريكسيون ديال لاكسي كيمكن ليا ندير ان فيلتراج يعني باغ كود داكسي ولا بلادريس اي بي ديال التلميذ. دونك هادو سي نيفو افونسي يعني في لو كونترول. وهنايا لا ميم شوز بحال كيما شفنا قبيله في الدوفوار لاتريبيسيون واش هاد لو دوفوار بار ديفو راه كيكون بوغ تو الموند يعني بوغ لا كلاس كامله. كيمكن ليا نحيد هادو ونختار مثلا هاد لو تيست انا درتو غير لواحد المجموعه ديال التلاميذ اتسيتيرا. دونك كيكونوا غير هادو ثلاثه دونك في بار ديفو. دونك راه كنصاوب واحد لو تيست يعني كنصاوبو للقسم كامل دونك كندير تو الموند تو. هنايا كنقول هاد لو تيست يعني حنا قلنا للتلاميذ الفوق بانه لو 26 مع 6 د العشيه وهنايا كنقول ديسپونيبل دوبي لو جوسكا يعني هاد لو تيست وقتاش يبان في الميدسا يعني الا بغيتو يبان حتى الغدا مثلا حتى لو 25 او لا يعني كنختار اي تاريخ بغيت فيه عادي يبان فيه داك لو تيست. كيمكن ليا مثلا نوجد الخدمه ديالي اليوم ولكن انا بغيتو يبان حتى الغدا عند التلاميذ في المنصة لانه مازال غدا عاد غندير معاهم انا الحصه اللي غنمتحنوا فيها ولا. دونك انا غندير من اليوم يعني من لو 24 ولو تيست يل فاغيستي ديسبونيبل مثلا حتى لو 28 فوالا. دونك هنايا ساليت المعلومات ديال لو تيست.
دابا كندوز للجانب ديال الاسئله. دونك كنحط الاسئله ديالي. دونك هنايا كاين عندي مجموعه ديال الاختيارات، يا اما كنزيد سؤال بسؤال، يا اما كنزيد بالمجموعات ديال الاسئله، يا اما عندي ديجا دي تيست اخرين اللي داير فيهم دي كيستيون اخرين، وكغي كان امبورتي دوك لي تيست، يعني يمكن ليا نعاود نستعمل دي كيستيون اللي انا ديجا خدمت بهم في دي تيست وحدين اخرين. دونك غنمشيو ليكزومبل لو بلو سامبل اللي هو نوفيل كيستيون، غنمشي ناجوتي واحد لا كيستيون. هنايا كنجي كنعطيها واحد الاسم ديال هذاك السؤال، مثلا كيستيون 01، وهنا كيعطيني الاختيارات ديال النوع ديال لا كيستيون، واش شوا ملتيبل يعني متعدد الاختيارات، ولا فغي فو يعني صحيح خطا، ولا سي ان شون انكومبليتي، ولا سي بليزيور شون انكومبليتي، ولا بليزيور ريبونس اوتوريزي، ولا بليزيور ليست ديغولونت، ولا كوريسبوندونس يعني بحال سي ال بي سان، ولا ريبونس نيميريك يعني جواب رقمي، ولا ريبونس فورميل يعني واحد المعادله، ولا واحد يعني كندير مثلا واحد زائد واحد ايتيغال، هو التلميذ خصو يدخلها جوج مثلا. كيستيون اي سي يعني سي جوست ان كيستيون اللي ما غاتحسبش، او لا كيستيون افيك شون شارجمون دو فيشي يعني التلميذ في هذا السؤال غيشارجي ان فيشي يعني غيتيليشارجي ان فيشي، او لا جوست ان تكست يعني واحد المقدمه للتيست كامل. دونك هنا مثلا غنجي ندير كيستيون اشوا ملتيبل يعني سؤال اللي عنده اختيارات متعدده ولكن جواب واحد اللي صحيح، كنقول شحال عليه من نقطه مثلا جوج نقط، كنجي هنايا كنكتب مثلا بابا غنقول له كيلي لا في ماروك، يعني غنعطيه مجموعه ديال المدن وغنقول له عطيني المدينه اللي هي مغربيه من هذه المجموعه ديال المدن، مثلا باري، وغندير غابا، وغندير مثلا داكار، وغندير ابيجان مثلا. دونك هنايا بالنسبه لهذا السؤال الجواب الصحيح شنو هو؟ هو غابا. دونك كنكليك على هاد غابا، دونك باش كيقول ليا هي لا ريبونس بوسيبل، وحطو دابا دايرها ليا بالخضر، والاخرين الاجوبه الاخرين بالاحمر. دونك هذا بالنسبه للسؤال الاول. دونك صافي، دونك هادشي اللي كاين، كندير ميتراجور اون كيستيون، دونك كيسدها وكيعطيني نزيد الامكانيه نزيد سؤال ثاني، غنديرو مثلا محاوله اخرى، غنديرو سؤال اخر، سؤال ثاني يعني مثلا غنمشي غندير فغي فو يعني صحيح خطا، يعني سؤال من 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 نوع خطا صحيح، وغنجي هنايا غنقول مثلا تونس اي لا كابيتال لا تونيزي. دونك وهنايا خاص يجاوبني التلميذ يعني يا اما بانه هذا السؤال هذا صحيح او لا خطا. دونك هنا يمكن ليا نديرها حتى هي على جوج نقاط ولا ثلاثه نقاط، يعني كنحط النقطه ديالي غنخليها واحد، وكنقول واش فغي ولا فو. الا كان خطا هو الصح هو الصحيح راه كندير هكا على خطا، الا كان صحيح هو الصحيح راه كنخليها فغي. دونك هنا ممكن انني الا لاحظتو ديما كتبان ليا هاد لي 3 بوين ممكن اني كليك عليهم، هادو علاش باش كان ممكن ان افيشي واحد لا رومارك للتلميذ ملي يختار هذاك الاختيار، مثلا الا اختار فري اشنو افيشي له. دونك كنجي هنايا مثلا كنكليك عليها وندير مثلا ملي اختار فري افيشي له برافو مثلا، وكندير تيرميني، وملي اختار فو مثلا افيشي له مالوروزمون ولا ديزولي سي فو مثلا. دونك تيرميني فوالا. دونك غنزيد سؤال واحد اخر، نوفيل كيستيون، غنجي مثلا غندير كيستيون 03، و غنجي غنديرها مثلا بليزيو ريبونس، غنقول مثلا فيي سيليكسيوني لي فيل هاد المرة يعني مجموعة ديال المدن لي فيل افريكان، و غنجي هنايا غندير مثلا غندير باري، غندير كازا، غندير كيمكن ليا نزيد يعني بو بار ديفو كيعطيني جوج، كيمكن ليا نزيد بزاف، دونك غنزيد ريبونس وحدخرا مثلا داكار، اسطنبول باغ اكزومبل. دونك هنايا وكنقول له فين هما الاجوبه الصحيحه، يعني باغي ماشي جواب صحيح، دونك كنحيدها، كنجي كندير كازا وداكار، دونك هما المدن اللي هي افريقيه. كيمكن ليا كما قلت قبيله نديفيني ان فيدباك اولا ان كومونتير يبان للتلميذ اللي اختار شي جواب من هاد الاجوبه هذا. دونك فوالا، دونك كندير ميتراجور لا ريبونس باش كتصوف كارطا. دونك عندي ثلاثة د الأسئلة ديالي، عندي وحدة على جوج نقاط، وحدة على نقطة، وحدة على نقطة. كيمكن ليا نرجع ندير شي سؤال إلا غلطت فيه، كيمكن كليك هداك لو ستيلي بوغ موديفي، وندير مثلا تهادي على جوج نقاط مثلا، وندير ميتراجور إن ريبونس. دونك هنا كيعطيني
بانه لو نومبر دو بوان توتال ديال لو تيست ديالي هو 5، اي الا كملت دونك كندير سوف غاردي اي بوبلي. دونك il faut تنكليك على هذا تعطيني لو ريزومي ديال لو تيست ديالي. دونك كيقول لي هات لو تيست ديمو 24، يعني العنوان ديال لو تيست، هذيك لانستركسيون اللي انا حطيت في رياليزي سو تيست افون لو 26 اوت 2020 ا 18 اور. تيقول لي لو تيب ديال لو تيست سان تيست نوتي، عليه 5 ديال النقاط، يعني بيرميتي لي ريبونس، يعني وي، يعني باش كل مره يافيشي لي دوك الاجوبه الصحيحه، يعني الاجوبه الممكنه يافيشي لي بواحد الترتيب اللي هو مختلف. ليميت دو طون، يعني راه 10 دقائق يعني غادي يسالي هاد لك، يعني غيسالي الوقت المحدد لهاد لو تيست. بليزيور طونتاتيف، يعني باش كنحدد واش التلميذ عنده محاولات كثيره ولا محاوله واحده. فواغ لي ريبونس، يعني توجور، يعني ملي كيسالي لا طونتاتيف، ملي كيسالي لو تيست ديالو كنافيشي له لي ريبونس ديالو، افيشي لي ريبونس كوريكت، يعني ايميدياتمون مورا ملي كيسالي، يعني مباشره كنافيشي له الاجوبه الصحيحه. و اون كيستيون على فوا نو، يعني غيبان له الاسئله كاملين في صفحه واحده. هنايا كيبان ليا لي شيونس، يعني اخر اجل هو 26 في شهر 8 مع 6 العشيه. الي ديستيني ا تو الموند، يعني ا توت لا كلاس، وغيبان في المنصه من هذا التاريخ وما غيبقاش يبان من هذا التاريخ. دونك فوالا، دونك هنايا كيبان ليا هاد لو تيست ديالي بحال هكذا. كيمكن ليا نرجع دابا لو كونت ديال التلميذ باش نشوف كيفاش غيبان ليا. دونك غادي نعاود ندخل لهاد لو طابلو دو بور و تيبان ليا لو تيست ديالي. دونك هنايا راح تشوف لا روبريك افير، غيبان ليا هو سي اونكور دو شارجمون، غتبان ليا بان التلميذ راه عنده واحد لو تيست اغياليزي اللي عليه 5 النقاط، واخر اجل ديالو هو 26 في شهر 8 مع 6 العشيه. دونك كان الا بغيت ندخل له، دونك تندخل له مباشره، يا اما يعني كندخل لهنايا الفرنسيه لانه حنا خدامين على اللغه الفرنسيه، وكنجي هنايا وراه تيبان ليا. دونك غنجي هنايا التيست وراه تيبان ليا، دونك غيبان ليا بانه راه كاين هنايا. دونك فوالا هو هذا، دونك بانه راه غيبقى حتى لو 28، وبانه ها لي شيونس ديالو، عنده 5 النقاط وفيه 3 د الاسئله. دونك هذه الطريقه الاولى هي اللي نجي له من هنايا. الطريقة الثانية هي في داك لاكوي، حتى هي راه تيبان ليا فيها داك لو تيست انا كتلميذ. دونك الا مشيت لا جورني، يعني الا رحت لتحت، دونك غنلقاه في لا جورني ديال لو 26، ها هو عندي لو تيست ديمو خصو يتغياليزا، يعني ا 18 اولا حتى في الكالندري ديالي، يعني انا كتلميذ الا مشيت لداك لو 26، يعني ها هو غيبان ليا في لو 26 عندي داك لو ديفوار سي ا روند. دونك فوالا، دونك ها هو في لو 26، يعني راه عندي داك لو تيست ديمو، يعني راه سي ا روند. كنكليك عليه من هنا، كليك عليه ونمشي له باش نجاوب. فوالا، دونك غادي نرجع لو طابلو دو بور. دونك هنايا غنكليك على تيست ديمو، دونك باش ندخل ونجاوب عليه. هنايا تيبان ليا بانه داك الريزومي اللي حطنا الاستاذ، العنوان، اخر اجل، 5 النقاط، 3 الاسئله، وقتاش غيبان، وقتاش بان في المنصه، وقتاش ما غيبقاش يبان في المنصه، شحال الوقت المحدد يعني لينا باش نجاوبوا على هاد لو تيست، داك لانستركسيون ولا داك الميساج اللي حطنا الاستاذ، وكنكليكي على ريبوندر او تيست، يعني باش كندخل لداك لو تيست. يعني مباشره ملي تندخل اول حاجه دوك تي افيشي ليا وقتاش بديت هاد لا طونطاتيف. لو كرونوميتر هو هنايا بيسكو حددت له في 10 دقائق، دونك هيا غادي دابا تيرجع للور حتى يوصل لصفر، ديك الساعات كيتقطع لو تيست. هنايا دونك تيبان ليا الاسئله ديالي، كيمكن ليا نكليكي على اي سؤال ونمشي له مباشره، اولا كنمشي سؤال بسؤال. هنايا كاين لا فيل ماروكان، ممكن نختار مثلا غابة. هنايا تونس الى كابيتال لا تونيزي، غي يعني غندير مثلا فغي. كيسيون 3، فيي سيليكسيوني لي فيل افريكان، انا غندير غالط مثلا، غندير باري وداكار مثلا. دونك هنايا فوالا، دونك تي جاوبت على لو تيست ديالي، كيمكن ليا نرجع نجاوب. هنا تي افيشي ليا بلورونج، يعني سافو دير كو جاوبت على الاسئله كاملين. وهنايا الى سالي، دونك تنكليكي على اونفوني لو تيست. دونك ملي تنكليك على اونفوي لو تيست، دونك لو سيستيم مباشره دونك تي افيشي ليا شحال ديال الوقت درت فيه. لا نوت اكطويل، يعني 3 على 5 دونك، ولا نوت كونسيرفي 3 على 5، كيكونوا مختلفين في الحالات ديال كانوا عندي دي طونطاتيف ديفيرونت، يعني بليزيوغ طونطاتيف سون اوتوريزي بور ليليف، ولكن في الحاله ديال كانت عنده اون سول طونطاتيف سي توجور لا ميم نوت، دونك جاب 3 على 5. دونك هنايا تيبين ليا ها هما الاجوبه الصحيحه، تيقول ليا غابا سي كوريكت. هنا تي افشي كيسيون دو فغي، ولا لاحظت قبيله درت داك لو فيدباك برافو باش يبان، دونك ملي اختاريت فغي بانت ليا برافو. كيسيون 3 تيقول ليا لا باري اللي اختاريتي راه فوزافي ريبوندي زعما باري سي فو، او افشي ليا بالاحمر. داكار راه كوريكت، وقال ليا بانه راه كان خصك تختار حتى كازا. دونك فوالا،
دونك هذا بالنسبه للتيست ديالي. ممكن الاستاذ يرجع حتى هو ويشوف يعني التلاميذ اللي دوزوا لو تيست وشحال كل واحد جاب في هذا لو تيست اتسيتيرا. دونك يمكن له يجي هنايا لو تيست، دونك تيبان له يعني شحال من واحد جاوب على داك لو تيست ديالو، شحال كل واحد جاب، يمكن له يشوف حتى الاجوبه ديال كل تلميذ اتسيتيرا. دونك فوالا ها هو لو تيست، ها هو ملي كندخل له دونك تيبان ليا كيمكن ليا ندخل لهاد لي ستاتيستيك دو تيست. ممكن حتى نتيليشارجي ان فيشي اكسل فيه لي ريزولتا ديال كل تلميذ ديفيرامون اكسيتيرا. دونك هنا تيقول ليا بانه راه تلميذ واحد اللي دوزو، دونك فوالا. دونك كيعطيني سؤال بسؤال، وهذا مهم جدا الاستاذ انه تعطيه دي زاناليز يعني حتى على الاسئله، شحال من واحد جاوب على هذا السؤال، شحال من واحد، واش القسم كامل مثلا ما جاوبش على واحد السؤال، وكيمكن له يعرف حتى يعني جلوبالمون يعني في القسم ديالو شكون اللي فهم شكون اللي ما فهمش، وشنا هو لا نوسيون اللي ما فهمهاش مثلا القسم كامل، باش نعاون نداركها يعني في الحصه الماجيه اتسيتيرا. دونك فوالا، دونك يمكن له يدير اناليز ايتيديو يعني باش كيعطي تلميذ بتلميذ، اولا اناليز اليمون يعني سؤال بسؤال، وكيمكن له بيان سور يعني اكسبورتي هادشي سو فورمات اكسل اولا فورمات بي دي اف. دونك هذا بالنسبه للجانب ديال لي تيست. دونك شفنا لي زانونس، شفنا لي ديفوار، شفنا لي ديسكسيون. بالنسبه للجانب ديال لي نوت، دونك تيدخل الاستاذ يعني لهاد لا روبريك ديال لي نوت، وكيبان له جميع الخدمه اللي حط للتلامد، يعني لي ديفوار لي تيست كاع لي طرافو اللي عطى للتلامد، وكيبان له يعني التلامد كاملين، وكل تلميذ شحال جاب في كل اليمون يعني في كل ديفوار ولا في كل تيست، كل تلميذ شحال جاب، واللي هما بالاحمر يعني راه ما دوزوش داك لو تيست اتسيتيرا. دونك هنايا تيبانوا له التلامد ها هما في لي لين، وكيبان له في لي كولون، يعني تيبان له كاع داك لي طرافو اللي كان حاط للتلامد، وكل تلميذ شحال جاب، واللي هما بالاحمر سافادير كو ما جاوبوش على داك لو ديفوار. دونك فوالا. وفي الاخر يعني في الاخر تيكون عنده واحد لو سانتيز جلوبال، يعني شحال التلاميذ يعني بصفه عامه جاب مثلا 88.7 من كاع داكشي اللي رياليزا، اولا مثلا 89.16 اتسيتيرا. دونك ممكن انه الاستاذ اكسبورتي هاد لي دوني هادو، اكسبورتي يعني سو فورما اكسل، اولا يمكن له امبورتي يعني مثلا الا نجز واحد الفروض نزلها نجزها مثلا في القسم وصححها وكل شيء، وبغى يزيد النقط ديالها حتى هنايا باش تولي تبان حتى هي كامله هنايا للاباء ولا للتلاميذ، كتبان لهم النقط ديالهم حتى لدوك الفروض اللي نجزوا حضوريا ولا في المؤسسه، ممكن انا نزيدهم كنابورتيهم سو فورما اكسل يعني هنا في لا بلاتفورم. وكاين هنايا راه كيعطيك لو موديل سي اس في اللي خصهم يتابورتاو فيه دوك لي فيشي. بالنسبه للتلميذ في هاد لا روبريك نوت، دونك تتبان له ان بو ديفيرونت، يعني كيبان له غير ديالو، يعني متيبانش له ديال التلاميذ الاخرين. دونك هنايا ملي تيدخل هو ليليف لهاد لا روبريك نوت، دونك تنافيشيو له يعني في هاد لو كور ديالو، يعني هنا كيبان له المواد كامله ديالو، ولكن هنا في اللغه الفرنسيه. دونك تيبان له كاع لي ديفوار وكاع لي تيست، كيبان له ليشيونس ديالهم وشحال جاب هو على لا باز دو نوتاسيون، جاب 10 على 10 مثلا، هنا 8 على 10، هنا 1 على 5، هنا مثلا مونكون سافي دير ما دوزوش، يعني التلميذ ما دوزوش، هنا راه عنده دي كومونتير يعني راه خلى له الاستاذ شي كومونتير اتسيتيرا اتسيتيرا. وتحت كيطالع على الجلوبال اللي هو 88.16، وبالنقاط هو 255 على 286 مثلا. دونك جد مهمة هاد ليكران هذا باش كيتبع التلميذ يعني لو روندمون ديالو اتسيتيرا. ممكن انه يامبريميهو ومونتخي لو ديتاي، يعني يشوف الديتاي ديال هاد لا نوتاسيون هادي. دونك الى رجعنا دونك للمنيو ديالنا ديال الاستاذ لهذا المستوى الاول ابتدائي يعني فرنسيه، دونك شفنا لي نوت دابا. بالنسبه لي بيرسون، دونك هنايا الاستاذ كيبان له كاع التلامد، وحتى معاه بعض الاساتذه اخرين يعني في هذا القسم هذا. دونك تيبانوا له التلامد، ها هما كل واحد الصفه ديالو، كاين اللي هو اتيديون، كاين اللي هو انسينيون. ديرنيغ اكتيفيتي يعني اخر مره دخل لا بلاتفورم او دار شي حاجه في المنصه، ولا ديوري توتال ديال الوقت اللي دوز فيها هاد التلميذ هذا في المنصه. دونك تيبان لك بانه مثلا التلميذ راه 18 ساعه و18 دقيقه اللي دوز، هاد التلميذ راه 25 ساعه اللي دوز، هذا استاذ يعني 25 ساعه اللي دوز، هاد التلميذ راه جوج سوايع اللي دوز اتسيتيرا. وكيمكن ليا نزيد تلاميذ اخرين يعني بيان سور، يعني هاد بلوس بوغ اجوتي دي بيرسون اخرين، يعني دي زيليف ولا اساتذه يعني كتكون عند الاداره باش انهم يافكتيو تلاميذ اخرين لهذا القسم، او يحيد واحد التلميذ من هذا القسم ويديروه في قسم واحد اخر. هنايا كيمكن ليا نكري حتى دي جروب، يعني كيمكن ليا نجي ونكري يعني ان جروب جديد، كنكري ان جروب كنعطيه واحد الاسم، وكنافكتي واحد المجموعه ديال التلاميذ من القسم. يعني هنايا كنجي كنشوفو ان جروب اكزيستون، مثلا غنمشي لهاد الجي ان،
دونك هاد الجي ان هذا مثلا راه شنو فيه؟ فيه جوج ديال التلاميذ، وهاد الجي ان دو دونك فيه جوج ديال التلاميذ اخرين. دونك ممكن ان نكري مجموعات داخل القسم، انا مثلا بغيت ندير لها واحد التتبع خاص بها، يعني كنافكت لهم واحد لي دوفوار ليهم لهذيك المجموعه الصغيره، او لا غندير معاهم حصص افتراضيه هما ديك المجموعه ايتترا. دونك هذا بالنسبه للروبريك بيرسون. دونك بالنسبه لي باج، يعني لي باج سي سورتو، يعني الاستاذ الا بغى يكتب شي حاجه عنده دي فيديو، بغى يحط اي محتوى يعني، ولكن بغى يديرو في صفحه جديده ديالو هو ايتترا، دونك تيمشي كيكريي اون باج. هاد لا باج هادي سي ملتي ايزاج، دونك درناها باش انه الاستاذ ممكن اي حاجه بغى يكتبها، شي بغى يزيد اون فيديو، بغى يزيد دي زيماج، بغى يعني بغى ينظم الدرس ديالو، ولا بغى يزيد واحد الحصه يعني ويديطايي فيها. دونك هنا كيكري مثلا واحد لاباج ديالو، وتيكتب يعني اي حاجه بغى يكتبها هنايا، يعني يا اما دو تيكست، يا اما يعني تصاور، ولا دي فيديو، ولا دي دوكيمون، ولا دي زيماج، ولا دي ليان اكسيتيرا. تيكتب وهنايا تيقول واش هاد المحتوى ديال هاد الصفحه غيكون باين غير للاساتذه اللي معاه، ولا الاساتذه والتلامذ، او لكلشي اللي كنقول تو، يعني حتى بالنسبه للاباء تاعهم. دونك فوالا، دونك هذا بالنسبه للصفحات. يعني الا رجعنا للصفحات اللي هي ديجا مكريه، تلاحظوا معايا بانه اغلبها تكون فيها دي فيديو ولا هذا، يعني ان كونتوني ملتي ميديا اللي ماشي هو عباره عن دوكيمون ولا هذا. دونك الا رجعت مثلا لهذه الصفحه مثلا ايلان تيست، دونك كنلقى فيها مثلا واحد المحتوى ولا واحد لا فيديو يوتيوب اللي التلاميذ بغيت نوريها لهم مثلا، وكنحط لهم سو فورم دو باج. دونك لي فيشي هي بحال واحد لا بيبليوتيك ديالي، يعني خاصه بهذا القسم، يعني كنحط فيها جميع يعني لي دوكيمون اللي خاصين بهذا القسم او هذا، بواحد الاورغانيزاسيون كي تري بيرتينونت. دونك هنايا كيبان ليا المستوى الاول الفرنسيه، وهنا كيبان ليا لي دوسي اللي انا كرييت. كيمكن ليا نكري ان دوسي جديد، كنجي هنايا مثلا ونكري ان دوسي جديد نسميه مثلا ديمونستراسيون، وكندخل لهذاك لو دوسي مثلا ديمونستراسيون. بحال عندي ان اورديناتور ديالي، يعني بحال ان ديسك دور، يعني جامع فيه لي فيشي ديالي، وكندخل داك ديمونستراسيون وندير فيها مثلا دو دوسي، دو سو دوسي، مثلا واحد تي بي وواحد ديال لي لوس باغ اكزومبل. ممكن انه استاذ يكريي دي دوسي بار كومبوزونت، يعني دوسي ديال ليكسيك، دوسي ديال جرامير، دوسي ديال كونجوغيزون. انا مثلا في تي بي كنمشي كنزيد مثلا كل ما يخص يعني لي تي بي اكسيتيرا، كنمشي كنزيدهم سو فورم دو فيشي، يا اما كنكليكي هنايا، يا اما كنجليسي لي فيشي ديالي اللي بغيت نزيد. مثلا غنزيد هاد لي دو زيماج هادو، كنجليسيهم بحال هكذا، وكنجي هنايا وكنجليسيهم هكذا، كنحطهم دونك كيتيليشارجاو، وممكن انني نبدل ليهم السميات ديالهم اللي كيتيليشارجاو. دونك كنجي هنايا كندير غونومي مثلا، غندير تي بي ان، وهنايا الاخر غنمشي له تا هو وغندير له غونومي، غنسميه مثلا تي بي دو. فوالا، دونك جد سهله العمليه. دونك باش كان وكلشي عنده اكسيل هاد لا روبريك فيشي، وهي اللي كنالمونتي منها هاد لا روبريك موديل. دونك الا رجعتو معايا لي موديل قبيله اللي شنا بور اورغانيزي لو كور ديالي، وما كيبقاش كلشي مخلط مع كلشي، لا كونجوغيزون مع الجرامير مع كذا، دونك ممكن انني كنجي ديك الساعات هنايا لا جرامير او لوغتوغراف، وكنجي هنا كنكليك على هاد البلوس، وكنجي كنقول مثلا هنايا في هاد الجرامير راني بغيت نزيد ان فيشي. ديك الساعات كيبانو ليا كاع لي فيشي ديالي. دونك هنا كتبان ليا ديك لاربوريسونس، غنمشي مثلا داك الدوسي اللي كريي ديمونستراسيون، ها هو وسط منه كاين تي بي. دونك هنايا غنكليكي مثلا على هاد الصوره وهاد الصوره، جوج صور، وغنزيدهم. دونك هنايا هما تزادوا هنايا، تحطوا في لا روبريك جرامير. دونك حتى التلميذ ملي كيرجع يراجع شي حاجه مثلا بغى يخدم على لا جرامير، دونك كيمشي لا جرامير كيلقى كلشي مجموع فيها، لا لي دوفوار، لا لي تيست، لا لي زيماج، لا لي بي دي اف، لا لي دوكيمون، ولا لي حتى لي باج اللي هما سو فورم دو فيديو ايتترا. دونك حتى اون باج لا بغيت نزيدها، يعني اللي فيها اون فيديو بغيت نزيدها، دونك كندير بلوس وكنزيد اون باج، اولا ان تيست. مثلا درت واحد لو تيست للتلامذ، دونك بغيتو هذاك لو تيست يعني غولاتيف لا جرامير مثلا، دونك هذاك لو تيست اللي درنا قبيله هو تيست ديمو 24، وكنزيدو هنايا. دونك باش كيتزاد في هاد لا روبريك جرامير، وتبقى ديسبونيف في جرامير. فوالا، دونك غنشوفو من بعد الحصص الافتراضيه، دونك لي سيونس فيرتويل. دونك الاستاذ دونك ملي كيدخل لهاد لي سيونس فيرتويل، دونك تتبان له دونك كتبان له هنايا لي نوفيل سيونس فيرتويل، يعني الحصص اللي عاد جديده باقا ما وصلاتش، والحصص القديمه دونك لي سيونس فيرتويل كلوز، يعني داكشي اللي داز لونفجيسترومون ديالو ايتترا. دونك مثلا الحصه دازت ولا كانت مسجله، دونك كنكليكي هنايا دونك كيتحل ليا لونفجيسترومون ديالها، ممكن نتفرج فيه ايتترا، لا انا كاستاذ ولا كتلامذ
ممكن انهم يطلعوا على ديك التسجيل ديال ديك الحصه. دونك باش نطالع على التسجيل دونك كنكليكي كيما قلت على هذاك البريزونطاسيون، يعني هو كيبان ليا بانه كاين ان انغجيسترمون بحال دابا هذا ما فيه والو لانه الاستاذ ما سجلش الحصه، ولكن هذا هي الحصه مسجله، كيبان ليا هنا ان انغجيسترمون. كنكليكي على بريزونطاسيون دونك وتيتحل هنايا، ممكن اني كليكي على بلاي دونك باش كيبدا داك الانغجيسترمون. دونك فوالا، دونك هنايا تيبان ليا الشات اللي كان، حتى الا كانت الكاميرا دونك تيبان ليا هنايا اكسيتيرا. دونك فوالا، دونك ملي كيبغي الاستاذ يزيد حصه جديده دونك غيدير مثلا واحد الحصه غدا مع التلاميذ، دونك تيجي هنايا سال فيرتويال، تيسمي واحد السميه مثلا سيونس دو 25، مثلا سيونس غرامير دو 25 اوت 2020 باغ اكزومبل. هنا كيمكن له يدير با ليميت دو طون، يعني الا مبغاش يحدد ليها المده ديالها، يعني ولكن من الاحسن اني نحدد المده، يعني وكنقول مثلا 60 دقيقه ولا 90 دقيقه، خصوصا ملي تيكون راه مورايا يعني استاذ اخر يعني غيخدم مع دوك التلاميذ في ذاك القسم، يعني ممكن اني نحدد لا دوري ديالها ماكسيمال باش كومسا كيجيني واحد لاليرت، يعني قبل ما يسالي ذاك الوقت باش كيفكرني بانه راه كاين استاذ اخر يعني خصو يدخل مع دوك التلاميذ. كيمكن ليا ان اوتوريزي لونجيسترمون، يعني باش نسجل ديك الحصه. كيمكن ليا نكتب هنايا ان ديسكريبسيون مثلا لو سون دو غرامير اتسيتيرا اتسيتيرا. كيمكن ليا نقول هنايا واش هاد الحصه هادي لكلشي، يعني انفيتي تو لي مومبر دو كور اولا غير مجموعه ديال التلاميذ. دونك ديك الساعات كنسيليكسيوني غير التلاميذ اللي بغيت يحضروا معايا، مثلا غير واحد مجموعه ديال التلاميذ اللي هما اون ديفيكولتي وبغيت ندير معاهم واحد الحصه زايده دونك باش نزيد نشرح لهم اتسيتيرا، دونك كنسيليكسيوني. سينو كنخلي انفيتي تو لي مومبر. هنايا كيقول ليا واش هاد الحصه يعني تبانت عند الاباء ولا لا، يعني الاباء هما لي زوبسيرفاتور يعني الملاحظين، واش تبان عندهم ولا ما تبانش عندهم. دونك الا بغيتها ما تبانش عند الاباء يعني ما يمكنلهمش يدخلوا معنا ويحضروا معنا الحصه، دونك كنكليكي على سوبريمي تو لي مونف اوبسيرفاتور. دونك فوالا كندير ميتر اجور. دونك الحصه ديالي ها هي تحطات هنايا، الا لاحظتوا في لي نوفيل سيونس فيرتويال ها هي سيونس غرامير 25 اوت 2020، وهنايا داك لو كومونتير ولا لا ديسكريبسيون اللي كتبت، وهنا كيعطيني لو بوتون ديمار. دونك في نفس الوقت دونك غنمشي بلو كونت ديال التلميذ، دونك غنمشي لي سيونس فيرتويال. ملي غندخل لا سيونس فيرتويال غتلاحظوا معايا دونك عند لافيشاج ديال التلميذ، دونك هنايا ما عندوش هو داك البوطون ديماري. دونك الا لاحظتوا قبيله عند الاستاذ يعني كاينه هاد البوطون ديماري، ولكن عند التلميذ دونك ما كاينش هذاك لو بوطون ديماري، دونك ما تيبانش. علاش؟ لانه ما يمكنش التلميذ يولج القاعه الافتراضيه بلا الاستاذ، يعني ضروري خص الاستاذ يولج هو الاولاني يعني الحصه الافتراضيه عاد كيتبعوه يعني التلاميذ، يعني بحال الشكل ديال العالم الحقيقي، يعني ضروري الاستاذ هو اللي تيحل القاعه عاد تيدخل التلاميذ. ونفس الشيء يعني في الخروج، يعني كيخرج الاستاذ صافي تيخرجوا كاع التلاميذ كاملين. دونك فوالا، دونك غنرجع دابا عند الاستاذ وندير ديماغي، يعني باش نحل هاد لا سيونس فيرتويال. دونك هنايا اول حاجه دونك لو سيستيم دونك تيتيستي الميكرو ديال الاستاذ، دونك تيقول واش ناكتيفي الميكرو. دونك انت كاستاذ يعني واش غتحتاج الميكروفون، يعني باش كيتيستي معاك الميكروفون ديالك، يعني قبل ما تدخل الحصه عاد كتكتشف انه الميكرو ديالك ما خدامش. دونك ملي كنكليكي على ميكروفون دونك هنايا تيتيستي ليا الميكرو ديالي كونيكسيون او تيست ديكو، و الى هضرت ورجع ليا الصوت ديالي صافي ديغ كو الميكرو خدام، الا ما رجعش ليا الصوت ديالي صافي ديغ كو الميكرو فيه شي حاجه ما خدامش. لو ميكرو ديالي راه خدام مزيان. You are now muted. ديزاكتيفي. دابا غنرجع عند التلميذ باش تشوفوا بانه دابا ممكن انه يولج الحصه الافتراضيه. دونك الى كليكيت على اكتواليزي دونك غيبان ليا بانه دابا عطاه لو بوطون ديال روجواندر، وعطاه سورتو هاد لابارتي اون كور، مي سا فو دير كو راه بدات الحصه، وهنايا كيعطيه دابا لا مان باش يدخل حتى هو القاعه الافتراضيه. دونك كيكليكي على هاد لو بوطون روجواندر. دونك هنايا نفس الشيء يعني بالنسبه للولوج القاعه الافتراضيه، دونك تيقول له واش غتستعمل الميكروفون ولا غير غتدخل غير تستمع. دونك انا باسكو كونيكتي في لو ميم بوست يعني مكليش نستعمل الميكرو دو فوا، دونك غندير ايكوتي سول. ما نفس الشيء نورمالمون تيعطيه تاول الميكروفون تيدير تيست الميكروفون يرجع له الصوت ديالو دونك وتيولج الحس. دونك فوالا، دونك هنايا دونك هنايا بالنسبه اللي غنرجع عند الاستاذ غنشوفوا لي ديفيرون فونكسيونيتي اللي كاينين في هاد القاعات الافتراضيه. دونك اول حاجه دونك هنايا ملي كندخل القاعه الافتراضيه
عندي لو بوتون بور كومونسي لونجستريمون، دونك ممكن انني نسجل هذه الحصه ديالي. دونك الاستاذ الا بغى يسجل هذه الحصه دونك تيكليك على كومونسي لونجستريمون وتيدير وي. دونك بيان سور التلميذ ما يمكنلوش يلونسي لونجستريمون، لو سول كي بو لونسي لونجستريمون هو الاستاذ. دونك هنايا لونجستريمون هو بدا، كيمكن له يدير له بوز، يعني الا بغى مثلا غيعطي التلميذ واحد 5 دقائق مثلا غيجاوب على واحد 80، دونك مثلا يقدر يدير بوز كيبقى حابس لونجستريمون. دونك هنايا تيبان عند التلاميذ بانه حابس لونجستريمون، الا رجعت عند الاستاذ كليكي على روبخوندر دونك باش كيعاود يكمل هذاك لونجستريمون فين حبست. دونك فوالا في لي فونكسيوناليتي ديال هاد لاسان فيرتويال، يعني كاين مجموعه ديال الامور اللي ممكن انني نديرها اللي هي يعني كتشابه او لا كت يعني كنحاولوا من خلالها يعني نجاوبوا على لي ديفيرونت فونكسيون اللي غيحتاج الاستاذ بحال راه في واحد القسم اللي هو يعني حقيقي. دونك اول حاجه هو انه الاستاذ ممكن يدير لو تشات، يعني اول حاجه يعني ومهمه كاينه في هاد لا سال فيرتويال. يعني كاين لو تشات فيه جوج الانواع، يعني كاين البوبليك وكاين البريفي. يعني البوبليك هو كنتكلموا كلشي كيشوف ديك داك المراسلات اللي كنصيفطوا بيناتنا، اولا بريفي يعني الاستاذ يعني كيصيفط لواحد التلميذ مباشره في الخاص وكيبان له غير هو داكشي وكيقدر يتجاوب هو غير في الخاص. دونك فوالا، دونك الا مشيت مثلا هي هادي ديسكوسيون بوبليك، دونك هنا كاستاذ غنصيفط مثلا بونجور تو الموند، دونك هنايا كتبان ليا بانه الاستاذ صيفط بونجور تو الموند. الا رجعت عند الكونت ديال التلميذ الا لاحظتو ها هو تتبان له راه بين الاستاذ صيفط بونجور تو الموند، دونك هذا ممكن حتى هو يجاوبو يقول له بونجور. دونك هنايا كنرجع عند الاستاذ كتبان ليا بانه ليليف راه جاوب بونجور. دونك هذا بالنسبه للتشات بوبليك. لو تشات بريفي مثلا انا كاستاذ بغيت نتكلم مع هذا التلميذ هذا، دونك كنجي كنكليكي عليه هكذا وكندير ديماري اون ديسكسيون بريفي، يعني غنبدا معاه واحد لا ديسكسيون بريفي غير انا وياه. دونك هنايا تيقول لي سي اون ديسكسيون بريفي افيك هاد ديمو اليف، دونك غنصيفط له مثلا بونجور اليف. دونك هنايا هي كتزاد ليا هنايا ديك لا فونيتر، وهنايا الا رجعت عند التلميذ دونك تيبان له بانه عنده ديمو بروف راه صيفط له واحد الميساج بريفي. دونك هنايا هو تيبان له بان الاستاذ راه صيفط له واحد الميساج بريفي، دونك الا جاوبو داك حتى الجواب ديالو غيبان غير عند الاستاذ. دونك هذا بالنسبه للجانب ديال لو تشات. دونك الجانب الثاني هو الويب كام، دونك اي واحد للاستاذ ولا التلاميذ دونك تيمكن لهم ياكتيفيو الويب كام ديالهم. دونك تنكليكي بيان سور على بارطاجي الويب كام، هي هنايا دونك تنكليكي عليها بحال هكذا كيطلع ليا الاختيار ديال الكاميرا اللي بغيت نختاري، نختار واش الا عندي دو كاميرا ولا تروا كاميرا. في حالة عندي كاميرا وحده دونك كيطلع عليا مباشرة، دونك وكنجي هنايا كندير كومونسي ابارطاج. دونك هنا غتبان الكاميرا ديالي هنايا الفوق في الوسط، دونك هنايا فوالا كتبان ليا الكاميرا ديالي هنا في الوسط. ممكن انه التلميذ تاوي اكتيفي الكاميرا ديالو، دونك الا اوتوريزيت لو بيان سور. دونك غن اوتوريزي الكاميرا ديال التلاميذ، دونك هنايا ممكن انه التلميذ هو كتبان له لا مان باش يبارطاجي الكاميرا ديالو. مثلا هو غنختار له الكاميرا الخلفيه بعد المرات ولا اول مره ملي كندخل، دونك تي افيشي لي هاد الميساج بو اوتوريزي. دونك خصني بقى نكليكي على اوتوريزي الكاميرا باش يستعملها. دونك هنايا كيمكن ليا نختار له هاد الكاميرا الخلفيه وندير له كومونسي ابارطاجي مثلا. دونك ديك الساعات كتبان له حتى الكاميرا ديال يعني كتبان له الكاميرا ديال التلميذ والكاميرا ديال الاستاذ، دونك تيبان له كامل. دونك فوالا، دونك هنايا كنجي كن كيمكن ليا نولج الاوديو. دونك الفونكسيوناليتي اللي ماجيه من ورا دونك هي لي زوديو. دونك بيان سور دونك كاين عندي الميكروفون ديالي انا كاستاذ ولا تلاميذ، دونك تيكون عندهم الميكروفون هنايا ممكن انه ياكتيفي ولا ديزاكتيفي. دونك ملي كنأكتيفي دونك كيسمعوني كاع التلاميذ في القسم كامل. هنايا الا اكتيفيتو دونك غيكون ليكو، دونك غنديزاكتيفي. دونك هنايا من بعد ثاني حاجة دونك هي ملي كندخل يعني لا سال فيرتويال كنقدر انني ديزاكتيفي الميكرو ديال التلاميذ، وكنحتاج انني نتكلم معاهم او يعطيوني بعض الاشارات. وفي هذه الحاله يعني كنحتاج لي زيموتيكون، يعني كنحتاج لي زيموتيكون يعني باش نتكلم مع التلاميذ. ودي دونك هنايا كنحتاج لي زيموتيكون يعني باش كنتكلم مع التلاميذ. يعني مثلا واحد التلميذ بغى ياخذ الكلمه وانا ما قاطع عليهم الميكروفون، دونك تيمكن له يدير لوفي لا مان وتيبان ليا بان واحد التلميذ راه طالب الكلمه.
دونك في هذه الحاله هذه مثلا غنمشي بلو كونت ديال التلميذ، غنجي هنايا دونك وغنجي وغنكليكي على السميه ديالي انا كتلميذ، كنجي هنايا كليكي عليها وكندير ديفينيغ لو ستاتو، وكنجي وكندير ليفي لا مان. دونك هنايا الا لاحظتوا هنايا في الصوره ديالي دونك ديال الكونت ديالي دونك بانت هاد اليد هادي هنايا، وحتى عند الاستاذ دونك كتبان له بانه التلميذ راه طالب الكلمه، يعني راه داير رفع اليد. دونك فوالا، دونك هذا هو الجانب المهم في هاد لي زيموتي. دونك من بعد كاين لي بريك اوت رومز. هاد لي بريك اوت رومز هما لي غيونيون بريفي، يعني مثلا انا في الحصه الافتراضيه بغيت ندير مجموعات، يعني مجموعات مثلا حنا 20 تلميذ بغيت ندير 4 ديال المجموعات ديال 5 تلاميذ. دونك كنجي هنايا كندير كنمشي لجيري وكنجي كندير كريي دي غيونيون بريفي، يعني غندير دي جروب انا كاستاذ غنقسم التلاميذ كاملين على 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 مجموعات، يعني مثلا غندير 4 ديال المجموعات، ملي كنختار 4 ديال المجموعات دونك كافيشي لي غيونيون 1 غيونيون 2 غيونيون 3 غيونيون 4، يعني 4 ديال المجموعات. وكنقول يا اما التلاميذ غنفرقهم او هازارد، يعني هو لو سيستيم تيفرقهم ليا، يا اما كنديبلاسيهم انا كنجليسيهم واحد بواحد، يعني هذا غنحطو هنايا هذا غنحطو هنا اكسيتيرا، وكنمكن ليا سبيسيفي ان دوري يعني ديال هاد لي جروب بريفي، مثلا غنعطيهم 15 دقيقة ولا 20 دقيقة ولا 30 دقيقة. وهنايا كيمكن ليا نوتوريزي انهم التلامد انهم هما روسهم يختاروا لا صال اللي بغا يدخل فيها او لا لا او لا لو جروب اللي بغا يدخل فيه. دونك فوالا، وانا كاستاذ بيان سور كيمكن ليا نخرج من هاد القاعة مع هاد الجروب، نعاود ندخل مع هاد الجروب نتكلم معاهم يشوفوني نشوفهم، نعاود نخرج منه نعاود ندخل لواحد اخر اكسيتيرا. دونك بالنسبه لو بوين سويفون هو لو بولين، يعني لي سونداج، يعني هاد لو سونداج مثلا انا في وسط الحصه وقاطع عاوتاني نفس الشيء يعني الميكرو على التلامذ، وبغيت نسولهم واحد السؤال، يعني غنسولو لهم هكا بالصوت وغيسمعوني، وبغيتهم يجاوبونيش يعني بالكلام، يعني بغيتهم يجاوبوني يعني غنصيفط لهم واحد الاجوبه متعدده وهما غيختاروا واحد فيهم ويجاوبوني. مثلا نقدر نسالي الحصه ديالي نقول لهم واش فهمتوا ولا لا، دونك خصهم يجاوبوني وي ولا نو ولا نعم لا ولا يعني يكون عندي اجوبه واحده اخرى ممكن يعني بارامتر. دونك في هذه الحاله كنمشي كنكليك على هذا البلوس وكنجي هنا كندير ديبيتي ان سونداج. دونك ملي كنجي كندير ديبيتي ان سونداج هنايا تيبان عندي يعني واش نصيفط للتلاميذ يختاروا ما بين وي ولا نو، ولا يختاروا ما بين فغي فو، ولا ما بين ا بي ولا ا بي سي ولا ا بي سي دي اكسيتيرا، ولا عندي شي حاجه ديالي يعني خاصه بيا. ملي كنجي هنا كندير سونداج بيرسوناليزي وندير مثلا وي جي بيان كومبري، ونجي هنا ندير ان بو مثلا، وهنايا نو، يعني التلميذ غيطلعوا عنده هاد الاختيارات بثلاثه وخصو يختار واحد فيهم. دونك هنا مثلا ساليت الحصه ديالي وكنقول لهم يلا دونك واش فهمتوني ولا لا، وكندير ديماري هاد لو سونداج بيرسوناليزي. دونك الا رجعت عند التلميذ الا لاحظتوا هما غيبانوا عنده هنايا، كيبانوا عند التلميذ هنايا وي جي بيان كومبري ولا ان بو ولا نو، مثلا التلميذ غيجاوب ان بو دونك كتمشي ديك لا فينيتر ما كتبقاش تبان عنده. ولا رجعت هنايا عند الاستاذ كيبان له بانه بيسكو كاين تلميذ واحد اللي مكونيكتي هو تيبان له هذاك التلميذ راه جاوب ان بو، وراه 100% ديال التلاميذ جاوبوا ان بو لانه هو بوحدو اللي كاين. وكيمكن ليا ندير سونداج واحد اخر اكسيتيرا، ممكن انني ملي غيجاوبوا التلاميذ نجمع هذوك النتائج ونبيبليهم عندهم، دونك يبانوا عند التلاميذ دونك بيبلي لي ريزولتا دي سونداج، دونك تيبان عندهم داك النتيجه ديال داك لو سونداج. الا رجعت عند التلميذ دونك كيبان له بانه ان بو راه جاوب هذا التلميذ واحد اللي هو 100% ديال التلاميذ اللي هما كاينين، وجي وي جي بيان كومبري زيرو نون زيرو. دونك فوالا، دونك هذا بالنسبه لو بوان ديال بولين. بالنسبه لو بوان الاخر هو لو سكرين شارين، يعني بارطاج ديكرون، يعني ممكن انا كاستاذ يعني نبارطاجي ليكرون ديالي ديال لورديناتور ديالي، مثلا عندي شي بريزونطاسيون ولا عندي ان دوكيمون يعني في البيسي ديالي وبغيت نبارطاجيه مع التلاميذ دونك يبان عنده. دونك هنايا كنجي وكندير يعني هاد البارطاج ديكرون، دونك هنايا هو عندي كنكليك على البارطاج ديكرون، كيعطيني 3 شوا، يعني يا اما لا انتيغاليتي دو فوتر ايكرون ولا فينيتر دابليكاسيون ولا اونغلي كروم، يعني الا درت لانتيغاليتي دو مون ايكرون وهي اللي كتستعمل بزاف يعني في الحالات، يعني كنكليك عليها بحال هكذا وكندير بارطاجي ديك الساعات، يعني كيبان عند التلامذ ليكرون ديالي كامل يعني اشنو فيه. ممكن انا نستعمل جوست اون ابليكاسيون بارمي لي زابليكاسيون اللي نحل، مثلا غنبارطاجي مع التلامذ غير هاد الباوربوينت اللي محلول فوالا وكندير بارطاج. دونك ديك الساعات يعني الا رجعت عند التلامذ غتلاحظوا معايا بانه غيبان عندهم، دونك هو كيتشارجا دونك باش يبان.
تقريبا عندهم جوست هذاك لو فيشي باوربوينت، وانا يعني كيمكن لي نتحكم في ليكرون ديالي كيما بغيت. دونك الا لاحظتوا هو عند التلميذ هو كيتشارج هذاك ليكرون ديالي، لو بارطاج ديكرون ا كومونسي، هو الميساج هنايا دونك غيبان لهم جوست هذاك لو فيشي باوربوينت اللي لاحل. في اغلب الحالات بيان سور كنستعملوا البارطاج ديكرون اون انتيغراليتي، لانه كيمكن لي نخرج من هاد لابليكاسيون، ندخل هاد لابليكاسيون اكسيتيرا. دونك فوالا، دونك من بعد دونك هو سي اون كور دو شارجمون، باسكو حال انا دابا لي سيسيون بجوج في لو ميم بي سي. دونك في هذا الوقت اللي نتسناو انه يتشارجا، دونك كاين مجموعه ديال الامكانيات اخرى يعني اللي كاينه في اللي كاينه في البلاتفورم، يعني بحال يعني بحال هنايا. دونك كيمكن ليا نمشي لهاد لي بارامتر هادو هنايا، كيمكن ليا انني نعطي دي دروا لي زوتيليزاتور ولا نحيدهم ليهم. دونك هنايا مثلا سميتو هاد لو مانيو فيرويي لي سبيكتاتور. دونك هنا ملي كندخل هاد فيرويي سبيكتاتور عندي 6 ديال الاختيارات. هاد 6 ديال الاختيارات مهمه، انني واش نأوتوريزي لي زيليف انه يبارطاجيو لي كاميرا ديالهم ولا لا. دونك بار ديفور راه كلشي كيكون بالخضر. دونك كيمكن ليا الا بغيت شي حاجه نحيد هاد الكلمات دونك كنضغطها بالاحمر، دونك كنكليك عليها بحال هكا كتولي بالاحمر. دونك يا اما كنقول لهم يبارطاجيو لي كاميرا ديالهم ولا لا، واش التلاميذ يشوفوا بعضياتهم اولا كل تلميذ غيشوف غير راسو والاستاذ، وبيان سور الاستاذ راه كيشوفهم كاملين، ولكن التلاميذ راه غيشوف غير الكاميرا ديالو والكاميرا ديال الاستاذ. كاين ثالث حاجة هي بارطاج الميكروفون، دونك واش التلاميذ يكون عندهم اكتيفي الميكروفون ولا لا. بيان سور الإضافة ديال ايلون في هاد لابارتي هادي ديال هادي هو أنهم ملي كان ديزاكتيفي الميكروفون ولا ملي كان ديزاكتيفي لي كاميرا التلاميذ، دونك ميمكن لهمش يعاودو ياكتيفيو. رابع حاجة هو انفويي دي ميساج دو ديسكسيون بوبليك، يعني هادوك لي ميساج دو ديسكسيون بوبليك لي شفنا قبيلة واش نخليهم ولا ما نخليهمش، يبانو ولا ما يبانوش، ولا لي ديسكسيون بريفي، يعني هادوك لي ميساج في الخاص يعني ما بين التلميذ والاستاذ واش يكونوا ولا ما يكونوش. وهذه فوار لي زوتر بارتيسيبون دون لا ليست دي زوتيزاتور. دونك هاد لا ليست هادي هنايا اللي فيها كاع الناس اللي هما كونيكتين، يعني كاع التلاميذ والاستاذ اللي هما كونيكتين، واش تبان عند التلميذ ولا ما تبانش عنده. دونك ما يعرفش شكون اللي داخل لهاد لا سيونس فيرتوال. دونك بالنسبه لهاد هادي دونك فيها هكا، كيمكن ليا انني بغيت واحد التلميذ نعطيه يبارطاجي ليكرون ديالو. دونك كيمكن ليا انني نجي هنايا وندير له دوفونيغ كوم بريزونطاتور، ديك الساعات دونك كتولي ديك لا مان عند التلميذ انه يبارطاجي ليكرون ديالو ويبان يشاركو مع كاع التلاميذ. دونك الا دار واحد العمل وبغينا هذاك التلميذ انه يبريزونتيه لي زوطر اليف، كيمكن ليا مثلا انني درت واحد الفيغوياج. دونك مثلا حيدت لي كاميرا التلاميذ كاملين، دونك غنمشي غنحيد لي كاميرا ولي ميكرو التلاميذ كاملين. دونك جيغي لي زوتيليزاتور وكنجي هنايا. دونك هنايا بارطاجي لي ويب كام، دونك غنحيد مثلا لي ويب كام الكلام كامل وكنجي هنايا كندير ابليك. دونك ولكن بغيت واحد التلميذ دونك نخليه اكتيفي الكاميرا ديالو. دونك ديك الساعات اشنو كندير؟ اولا لاحظتو ملي حيدت لي كاميرا الكلام كامل كيجي هنا كيعطيني فيغوي، يعني راني محيد له شي حاجه. دونك يمكن ليا نمشي لهاد التلميذ ونوتوريزي انه يخدم الكاميرا ديالو. ديك الساعات كنقول ديبلوكي ديمو اليف ان، دونك كنديبلوكي دونك باش كيولي ما كيبقاش عنده داك الفيروياج. اولا دونك الا بغيت عاوتاني نرجعو يعني بحالو بحال كاع التلاميذ وغنعطي للتلميذ واحد اخر، كندير له بلوك دونك باش كنعاود تاني تحيد له الكاميرا ما يمكنلوش ياكتيفيها. دونك هنايا من بعد دونك عندنا الامكانيه ديال لو طابلو بلون. دونك هنايا بالنسبه لو طابلو بلون هي حاجه جد جد مهمه، دونك ممكن الاستاذ انه يستعملها باش كيكتب ايتترا، يعني بحالاش عنده سبوره ديالو يعني وسط من المنصه وسط من القاعه الافتراضيه. دونك كيمكن له يمشي لان طابلو بلون، دونك يمشي لهكذا ان طابلو بلون جديد وكيكليكي مثلا على لي كاتر فلاش باش يكبر هاد لو طابلو بلون. يقدر يجي هنايا مثلا ويدير ان زون دو تكست، مثلا يدير فيها التاريخ اليوم، مثلا يجي هنايا غيدير مثلا لاندي 24 اوت 2020، وغيجي هنايا مثلا غنبدل لا كولور غندير الزرق وغنكبر الكتابه وغنجي هنايا غندير لو تيتر. دونك هنايا مثلا كونجوغيزون فيرب دو بروميي
جروب مثلا، دونك انايا ممكن انا اللي نكبر هذيك لا زون اكسيتير. دونك من بعد دونك انا كيكون عندي دي زون دو تيكست نكتب بهم، كيكون عندي يعني اشكال هندسيه، يعني المربع مثلا، الدائره، المثلث، يعني كاع الاشكال الهندسيه. دونك هنايا دائره مثلا، اولا غير خط، دونك هكا تيكون عندي خط. دونك هادو ممكن انا نستعملهم، ممكن انا نستعمل الماركر، يعني بغيت نكتب بالماركر دونك كندير له هكا، يعني سيرتو الا عندي اون تابليت دونك كنخدم بيها، يعني كنجي هنايا يعني غير بلو ستيلي وكنكتب. دونك هنايا كنت ليا نخدم بلو ستيلي بحال هكا. كيمكن ليا انني نستعمل هاد لامان، يعني الا لاحظتوا هذيك لامان مع واحد النقطه حمراء، دونك باش التلامذ كتبان لهم ديك النقطه حمراء كيعرفوني على ايش كنتكلم. مثلا كنهضر لهم على هذا المثلث وكنحط عليه ديك اليد، دونك باش كتبان لهم الاستاذ يعني على ايش كيتكلم. دونك هذا بالنسبه للطابلو بلون. الحاجه اخرى اللي هي مهمه في هذا الطابلو بلون هو انني ممكن ما نمسحش هذا الطابلو هذا ونمشي نستعمل طابلو واحد اخر، دونك باش كيبقى عندي الطابلو الاخر ممكن انا نرجع نعاود نشرح لهم فيه واحد الظاهره اخرى اكسيتيرا. دونك غنجي مثلا لهذا غادي نكتب فيه حتى هو، دونك غنحط فيه مثلا واحد الدائره. دونك ممكن كنرجع للطابلو الاخر كنلقى فيه داكشي اللي هذا ونعاود نرجع لهذا فيه داكشي اللي فيه، ولا ديك لاباج داكي دونك حتى هي راه فيها كاع داكشي اللي كنت كتبت فيها. دونك بيان سور حتى التلميذ حتى هو تيبان له داكشي اون طون غيال. دونك هنايا غنرجع لهاد الصفحه الثانيه ديال الطابلو بلون، وغنجي الى جيت لعند التلميذ دونك كتبان له بحال هكذا. بيان سور ما عندوش لاما انه يكتب هو، حيت ما عطيش انا لاما باش يكتب في الطابلو بلون، كيكبر حتى هو هاد لو طابلو بلون باش تيبان له كبير يعني في ليكرون ديالو كيتبع مع الاستاذ. وهنايا الا بغيت نعطيه لاما حتى هو يكتب دونك كنجي هنايا وكنأكتيفي هاد لو مود ملتي اتيليزاتور. دونك ملي كنأكتيفي هاد لو مود ملتي اتيليزاتور الا لاحظتو دابا حدا الكورسور ديالي يعني حدا لاسوري ديالي كيبان واحد السميه ديالي يعني ديمو بروف. دونك التلميذ ديك الساعات دابا يمكن له انه يكتب، الا لاحظتو هو ممكن انه يكتب وكتبان حدا الماركور ديالو كتبان السميه ديالو باش الاستاذ كيعرف يعني شكون التلميذ اللي تيكتب. دونك فوالا، دونك ها هو ديك الكتابه اللي كتب التلميذ ها هي. دونك حنت هادي ممكن انني يعني نعطي بحال كنقول لواحد التلميذ انه ينوض السبوره دونك ويخرج مثلا واحد التمرين ولا يوريني شي حاجه في السبوره. دونك ديك الساعات دونك كتجي العمليه جد سهله. دونك هذا بالنسبه للطابلو بلون. اللي باقي لنا ما شفناش هنايا في لاسال فيرتويال هو شفنا لو سونداج كاين شارجي اون بريزونطاسيون. دونك مثلا انا مع التلاميذ واحتاجيت انني نبارطاجي معاهم مثلا واحد الصفحه من المانيوال ولا واحد لاسيري ديكزاسيس باش نخدموا عليها مجموعين. دونك في عوض ان كل تلميذ غيحلها قدامه دونك باش يشوفها، دونك ممكن انني انا كاستاذ كنكون خديت ليها صوره او لا سكانيتها او لا عندي سو فورما بي دي اف كنشارجيه هنايا باش كتبان ليا الوسط وكنخدم بها مع التلاميذ. دونك كنجي هنايا كندير يا اما باركوغيغ بوغ تروفي ولا كنجليسي ان فيشي مثلا، غنشد هاد الصفحه ديال المطبوع وكنجرها نحطها تما. دونك هنايا وكندير تيليشارجي. دونك كندير تيليشارجي دونك تتبان عند التلامذ كاملين وسط من القاعه الافتراضيه. دونك الا لاحظتوا ها هي دابا غتشارجا غتبان هذيك ليماج دونك غتبان هنا الوسط. دونك ممكن انني نكبرها باش كتبان لي يعني كبيره على وسط من البي سي ديالي ولا الطابليت ولا التليفون. وعند التلميذ حتى هو نفس الشيء دونك تتبان عنده حتى يمكن له يكبر حتى هو باش يشوفها يعني كبيره ويتبع مع الاستاذ. دونك هادي سا ايفيت انه كل واحد يعني كاين اللي ماهاش مع داك المطبوع كاين اللي ما كاينش حداه ايتادير. دونك الاستاذ كيبارطاجي وكلهم كيشوفوا في حاجه واحده. اي بيان سور الاضافه هنايا هو انه الاستاذ ممكن انه يعني يخدم مثلا هاد الماركور ويكتب به هنايا يدور على شي حاجه مثلا هاد الصوره هادي ويدير عليها كروا. ممكن يعطي لامان لي زيليف حتى هما مثلا غايقول لواحد التلميذ غيعطيه لامان وغيجي هنا التلميذ يقدر يدير مثلا هذا هو الجواب الصحيح مثلا على هاد الصوره ايتادير. دونك هنايا كاينه انوتر اوبسيون هو انه الاستاذ ممكن يعطي لامان للتلاميذ انهم يتيليشارجيو هاد لا فوتو هادي الا بغاو يخليوها عندهم. دونك ديك الساعات في ديك البلاصه فين شارجا هاد ليماج دونك هنايا كاين واحد ليكون دونك هنايا اوتوريزي لو تيليشارجمون دو لا بريزونطاسيون. دونك واش اوتوريزي التلاميذ انهم يشارجيو هاديك لا بريزونطاسيون ولا لا. دونك الا لاحظتوا معايا دابا غتبان هاد لا فليش هادي دونك حتى غتبان حتى عند التلاميذ دونك باش كتعطيهم الامكانيه انهم يتيليشارجيو هاديك ليماج الا بغاو. فوالا دونك باش اللي ما عندوش داك المطبوع ولا داك الكتاب المدرسي دونك تيمكن له انه يتيليشارجيها من هنايا. دونك هنايا ممكن ان الاستاذ يبارطاجي ان دوكيمون بي دي اف اون ايماج ان دوكيمون يعني ان فيشي باوربوينت يعني نيمبورت كيل بريزونطاسيون. دونك بالنسبه للنقطه
اخيرا هو شارجي اون فيديو اكسترن. دونك الى عندي اون فيديو اكسترن يعني كاينه في يوتيوب وبغيت نحطها ونبارطاجيها مع التلاميذ، دونك كنكليكي هنايا في بلاصه هاد ليماج فين كاينه دابا هاد ليماج، كنحط هنايا لو ليان لا فيديو من يوتيوب ولا من جوجل درايف ولا من دروب بوكس اكسترا، وكنحط اليو ار ال هنايا كندير بارطاجي، ديك الساعه تكون كتبان لا فيديو عندي وعند التلاميذ ويمكن ليا نزيدها نوقفها ونشرح للتلاميذ فيها اكسترا اكسترا. دونك فوالا، دونك بالنسبه لهنايا الا بغيت لا ليست ديال التلاميذ اللي هما حاضرين معايا في لاسال فيرتوال كيمكن ليا نكليك على هاد سوف كاردي لي نون ديتيليزاتور، دونك هادي راه كتخلي ليا اللائحه ديال الناس اللي هما مكونيكتين معايا في لاسال فيرتوال، دونك هاد الفيشي هذا كيعطيني ديمو بروف ديمو اليف، زعما هادو هما جوج الناس اللي كانوا حاضرين معايا في لا سيونس فيرتوال. كاين بليزيوغ اوبسيون وحدين اخرين، يعني mettre en sourdine tous les utilisateurs sauf le présentateur. Il est possible que je vais faire une seconde et enlever les micros complètement. Il y a même enlever sauf les présentateurs, sauf les mecs qui ont donné le droit présentateur, ou là mettre en sourdine tout le chien, les mecs complètement qui sont dans le maillot de la séance virtuelle. Donc voilà, l'enregistrement est là. Ou le hess avec ce qui est là, c'est là. دونك تيمكن ليا دونك هنايا دونك ندير ميتر فان على غينيو، دونك ملي كنسالي خصني ندير ميتر فان على غينيو باش كتسد لا سيونس وكاع التلاميذ تيخرجوا. دونك لاحظوا معايا دابا ملي غندير ميتر فان على غينيو دونك غادي يقول ليا واش اتفو سيغ دو فولوار تيرميني، دونك الساعات راه غيخرجني غيقول ليا سيت سيسيون سي تيرميني فو سخا ريديريجي فيغ لا باج دابوي، كنقول له اوكي. ولا لاحظتوا تاع التلميذ ها هو خرجو، دونك تا هو مشي. دونك هذا بارابور لي سيسيون فيرتويل. دونك دونك هنايا شفنا دي سيونس فيرتويل، كاين لا ميم شوز لا توندونس يعني لابسونس، يعني الاستاذ ممكن انه يدير الغياب هنايا في المنصه. دونك هنايا باش يدير الغياب دونك تيجي كيكليك على اتوندونس يعني الغياب ديال اليوم، دونك هنايا كيتشارجالو لا ليست ديال لي زيليف اللي عنده في هذا القسم، يا اما كيدير ماركي تو الموند اي بروز اي بريزون، ولا كيمشي مثلا المنصف العمري كيكليكي عليه هادي حمراء سافي ديغ ابسون، هكا يعني سي اون غوتار، ولا هكا يعني راه ما جاش. يعني فوالا انا عنده لي كاتر سيمبول، ولا كيمكن ليا نجي هنايا ونختارهم يعني هكا واش هكا ولا هكا ولا هكا ولا هكا، يعني هادو هما لي اختيارات. هكا يعني راه ما دخلتش له يعني كاع لابسونس، هكا سي اون غوتار، هاد لو سامبول كروا سا فيدير كو ماجاش، و لو تشيك يعني سا فيدير كو لي راه حاضر. دونك فوالا كيبان ليا التلاميذ كاملين، دونك تيمكن ليا انني نمشي لاي واحد ندير له مثلا هذا هكا هذا هكا باغ اكزومبل. دونك فوالا هذا بارابور لو 24 اوت، كيمكن ليا ندوز لو 25 اوت، ها واحد باقي ما مسيزيش لابسونس ديال 25 اوت، دونك تيبان ليا بحال هكا، دونك كيبان ليا التلاميذ كاملين. دونك هذا هو اللي بالنسبه دونك لهذا لو كور ديال بريمير اني فرونسي اللي انا فيه دابا. كاين مجموعه ديال لي بارامتر عند الاستاذ، دونك هادو غتكون ليهم واحد الفيديو خاصه، يعني دي بارامتر كي بو شونجي الاستاذ ولا الاداره. كاين لا بارتي كالندري، يعني هاد الكالندري هي مهمه، يعني اي واحد ممكن عنده الكالندري ديالو، عنده الكالندري ديال القسم اللي هو فيه، يعني كيكون الكالندري الخاص بكل اتيليزاتور وكاين الكالندري ديال القسم عامه. دونك هنايا في الكالندري كيبين ليا جميع الانشطه لي دوفوار لي تيست لي سيونس فيرتويال اللي عندي مع التلاميذ، يعني الحصص الافتراضيه ايتترا، وكيمكن ليا من هنا نزيد الى بغيت مثلا غنمشي لو 28 وغندير نوفو، يا اما ان ايفينمون يا اما اون طاش، يعني كنمشي يا اما كنزيد ان ايفينمون يا اما كنزيد اون طاش، يعني ان ايفينمون كنعطيه السميه ديالو ايتترا، لو تيتر لا دات ديالو، وقتاش غيبدا وقتاش غيسالي، لو ليو لادريس واش غندوبليكي ولا لا ايتترا، ولا كيمكن ليا نزيد اون طاش يعني اون طاش بحال ان دوفوار ولا ان تيست، دونك حتى هما كيمكن ليا نزيدهم سو فورم دو طاش. كيمكن ليا مثلا نمشي لواحد التاريخ مثلا لو 26 وكتبان ليا فيه مثلا هاد اليوم راه اخر اجل مثلا ديال ولا غدا لو 26 ولا لو 25 راه اخر اجل ديال هاد لو تيست، كنجي من هنايا ونكليكي وندخل له ديال مباشره، دونك باش نصحو انا كاستاذ. نفس الشيء بالنسبه لليف، حتى هو كيبان عنده هاد الكالندري ديال القسم ديالو باش كيمكن له يتبع جميع الانشطه ومواكب جميع الواجبات والتمارين ولي دوكيومون ولي فيديو اللي تحطو ايتترا. اخر حاجه هو هاد لابواط دو ريسبسيون، دونك هو لوتي دو كومونيكاسيون اللي تكلمت عليه في لا بريزونطاسيون توتالور، يعني بحال لا اون ميساجري انترن ديال ليتابليسمون
ما يمكنليش نكومونيكي معاه مع شي واحد خارج من ليتابليسمون، ولكن غير مع الناس اللي هما معايا في ليتابليسمون، يعني اساتذه اباء تلامذ واداره. دونك هنايا انا كاستاذ كيمكن لي نجي هنايا، دونك نكليك على لو ستيلي وندير سيليكسيوني مثلا ان كور، يعني مثلا انا بوغ لا بروميير اني بريمير فرونسي تافيش عليا الاقسام ديالي بجوج، كان سيليكسيوني بروميير اني فرونسي، كنجي هنايا كيعطيني لو سيستيم، يعني يا اما واش تو سكي كونسيرن يعني بروميير اني فرونسي، يعني اباء وتلامذ واساتذه، او لا جوست غير الاساتذه ديال هذا القسم، او لا كاع التلامذ ديال هذا القسم، وكتكون عندي حتى لي زوبسيرفاتور هم يعني هما الاباء. دونك الا درت غير لي زيتيديون كي افيشي ليا غير التلامذ، دونك يمكن ليا ندير تو سكي كونسيرن لي زيتيديون، ديك الساعه غير صيفط التلامذ كاملين، يمكن ليا نصيفط غير لواحد التلميذ، دونك مثلا غنمشي غير لهذا التلميذ هذا، يمكن ليا نصيفط لكل شيء، يعني ديك الساعات راه كيمشي الجميع، يعني تو سكي كونسيرن هاد لا كلاس، يعني الاساتذه والتلامذ والاباء اللي كاينين في هذا القسم هذا. كندير ان سوجي مثلا ميساج تيست ديمو، ونجي هنايا كيمكن ليا انني واش يبان ليهم يعني كاع الناس الاخرين اللي مشى لهم هذا الميساج، ولا يبان له غير بانه غير صوره مشى له داك الميساج. وهنا كنكتب له تيست ديالي بونجور بون ريسبسيون باغ اكزومبل، يمكن ليا نزيد اون بياج جوانت، يعني هنايا عندي لا ميم بو اجوتي اون بياج جوانت، وكندير انفوي. دونك اللي لاحظتوا معايا هذاك الميساج دابا راه الي انفوي، الا مشيت هنايا لي ميساج انفوي راه غيبان ليا الي انفوي، ها هو دونك ها هو راه الي انفوي، وها هما الناس اللي مشى ليهم. ولا رجعت عند التلميذ، دونك الا لاحظتوا معايا هنايا ملي غندخل لابواط دو ريسبسيون ديالو غيبان له بانه راه عنده واحد الميساج جديد، ها هو جاه من عند ديمو بروف ان لي ميسميتو ميساج ديمو بونجور بون ريسبسيون اكسيتيرا، ممكن انه يجاوبو يقول له مثلا بيان روسو بيان روسو، يجاوب توا افيك اون بيان جوانت ويدير انفوي باريس، ممكن لو يزيد دوطر جون يعني لي سيفت لهم هذاك الميساج. دونك الا رجعت عند الاستاذ، الا رجعت عند الاستاذ يعني بيان سور راه كيبان له بانه راه عنده واحد ميساج توا جديد، دونك جا انايا غنمشي لابواط ريسبسيون، كيبان له داك الميساج اللي صيفط ديمو اليف، ها هو ديمو اليف راه صيفط بيان روسو، دونك فوالا التوقيت بالساعه بالتاريخ اكسيتيرا، دونك كلشي تيبقى باين هنايا. دونك فوالا دونك بحال الشكل ديال لي زيميل، دونك فوالا كاع هاد لي فونكسيونيتي اللي شفنا، دونك راه كلهم سون ديسبونيبل. انا درت اون ديمونستراسيون افيك لانترفاس ويب اللي كيمكن ليا نستعملها في لابليكاسيون موبيل، ولا في يعني كاع لي فونكسيونيتي يمكن ليا نستعملهم في لابليكاسيون موبيل ا بارتير دان سمارتفون اي دون تابلت دان بي سي او دان اورديناتور. و فوالا دونك من بعد راه غيكونوا دوطر فيديو كي سون كيعالجوا تيماتيك تيماتيك افيك اون مانيير بوكو بلوس ديتايي، وشكرا.